كورس تعليم برنامج 7 3D، وان شاء الله نشوف كده، بس زي كل مره بنشوف ايه الموضوعات اللي خدناها المره اللي فاتت، فهنشوف الموضوعات التي تم تناولها في المحاضره السابقه اللي هي كانت المحاضره رقم 6. شرحنا المحددات التي يجب مراعاتها عند اختيار عناصر القطاع التصميمي، لان احنا اشتغلنا بالفعل كل المحاضره اللي فاتت ازاي نعمل الاسمبلي ونعمل السب اسمبلي، وايه هي الانواع اللي نختارها، وايه الانواع اللي تفيد معانا في القطاع وما الى ذلك. وبعد كده عملنا شرح كيفيه عمل قطاع بسيط، شرح كيفيه اختيار العنصر الامثل للقطاع حسب المواصفات المطلوبه، لان كل عنصر من العناصر اللي موجوده سواء مثلا حارات او كربستون او سايدووك او ما الى ذلك، البرنامج بيدي لك اوبشن ان هو عطي لك كذا نوع من الانواع دي، ولكن مش كلها يناسب معاك في القطاع، احنا بنشوف اللي كان ناسبنا ايه في القطاع بتاعنا واشتغلنا عليه. بعد كده عملنا كيفيه عمل سب اسمبلي فروم بلو لاين، يعني عملنا اسمبلي من البلو لاين واعطينا له الاكواد بتاعته وعرفناه ايه، عرفناه للبرنامج. وبعد كده عملنا كوريدور للقطاع اللي استخدمناه وعملنا اسطح منه بحيث نشوف هل القطاع نفسه اتعمل بشكل كويس ولا لا، وهل جاب النتيجه المطلوبه ايه ولا لا. تمام، وطبعا عدينا شويه في عمليه الكوريدور، ولكن الكوريدور هناخده بالتفصيل ان شاء الله خلال المحاضره ايه، المحاضره الحاليه. تمام، عندنا شرح كيفيه عمل قطاع اكثر تعقيدا، وتوضيح ازاي ايه هو الحاجات اللي قدرنا نعملها بالبرنامج، وايه الحاجات اللي ما قدرناش نعملها بالبرنامج وممكن تتعمل ببرامج تانية اللي هو زي السب اسمبلي كومبوزر، ووضحنا ايه ووضحنا موجوده فين بالظبط، ومين كان شارحها على اليوتيوب، وشفنا حتى اللينك بتاعها كان عامل ازاي. اخيرا تم الرد على مجموعه من الاستفسارات للمجموعه كلها. طيب نبتدي نشوف كده مع بعض. ده القطاع الاول اللي كنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت، كان عباره عن 3 حارات يعني حارتين وشولدر، بس احنا عملناها 3 حارات، وكان الشكل اللي هو بتاع الكيرب ستون ده عملناه من البول لاين. تمام كده، ونفس الشكل نفس الشكل اللي هنا، وعملنا مره الكوريدور على هذا الاساس، وبعدين خدنا العنصر الاكثر تعقيدا اللي هو ده. تمام، وقلنا ان البرنامج نفسه يقدر يعمل لنا كل الشغل اللي فيه فيما عدا المنطقه اللي هي المنطقه دي اللي هي سيلكتد في الماتيريال دي، هتضطر ان احنا نعملها بالاي بالسب اسمبلي كومبوزر. طيب المره دي المفروض كنا احنا المره اللي فاتت ما اشتغلناش على الدي لايت اللي هي مجموعه الايه، الميول الجانبيه. الدي لايت هنا بيسمى اللي هي عباره الميول الجانبيه للطريق اللي هي اللي بتوصل من القطاع التصميمي بتاعي لحد وش الارض اللي موجوده او مكان الارض الطبيعيه اللي ايه اللي موجوده، ودي ما خدناش المره اللي فاتت، هناخدها المره دي. بس مبدئيا انا عملت قطاع تاني كده عباره عن برضو 3 حارات، وعملنا الكيرب ستون في النص هنا بحيث كانه جزيره وسطيه، عشان في ناس برضو طلبت في حاله لو عندي جزيره وسطيه وعايز اعملها والجزيره دي عروضها متغيره، فانا قلت اعمل قطاع يمثل الشغل بتاعنا. هو نفس القطاع عباره عن 3 حارات زي ما احنا شايفين، وعندي هنا طبعا هنشرحه بالتفصيل، ولكن انا دلوقتي هنبتدي ناخد عمليه الميول الجانبيه بتاعتنا. طيب انا عندي هنا في الميول الجانبيه، الميول الجانبيه اللي هي دي، هناخدها كده كوبي معانا، ماشي، اسف بكتب بالعربي، ادي كوبي معانا هنا كده عشان نبتدي ايه نتعامل بيها. هو قال لي انا عندي في حاله الكات ان روك، يعني لو هقطع انا في الروك، فعندي الاسلوب هيبقى 1:4، وبنعمل ايه؟ allowable total height of cut in rock without 3 meter berm with width is 8 meter. يعني ايه؟ يعني انا هيعمل اسلوب 1:4 في حاله لو هو اكتر من 8 متر، ببتدي اعمل بنش على 8 متر بعرض كام؟ بعرض 3 متر. حلو كده، وحتى احنا جايبينه بشكل تفصيله بسيطه هنا. هو في الاول بينزل ديتش بسيط كده تحت بنسبه 4:1، تمام كده، لغايه ما يديني 50 سنتي، وبعدين بيبتدي يطلع بميل 1:4، تمام كده، يعني كل متر سوري كل متر افقي يطلع 4 متر راسي، كل 4 متر راسي يطلع متر افقي، وبعدين اقصى حاجه 8 متر، وبعدين بياخد بنش بعرض كام؟ 3 متر، والاسلوب بتاعه ناقص 1، وهكذا. ده في حاله الكات. عندي كات هنا زي ما احنا قلنا كات حالتين، يا اما كات ان روك وفي كات ان سويل. يعني لو انا بقطع ايه؟ بقطع في سويل اللي هي الارض الطبيعيه العاديه، مش صخر. فبيديني 3 حالات زي ما احنا شايفين، وفي حاله الفيل بيديني 4 حالات. طيب البرنامج لو احنا ضغطنا على كنترول و3 بيبتدي يطلع لنا مين؟ شاشه اللي هي السوبر ماركت بتاعتنا التول باليت، تمام، اللي فيها كل التفاصيل بتاعتنا. احنا في الحاله دي بندور على حاجه اسمها الدي لايت. دي لايت يقصد بيها الميول اللي هي الميول الجانبيه. زي ما انتم شايفين في دي لايتس انواع كتير قوي، وزي ما احنا عارفين دايما افضل حاجه تشرح لنا اي عنصر من العناصر دي نختارها، نعمل كليك يمين عليها وبنقول له هيلب، ونبتدي نشوف الهيلب ايه الهيلب بتاعها. ولكن احنا مبدئيا هناخد ابسط شيء اللي هو
عمليه الدي لايت جنرال، وده الاكثر استخداما. الجنرال ده بيديني ثلاث حالات في حاله الكات وثلاث حالات في حاله الفيل. يعني ايه ثلاث حالات؟ دي تسمى حاله، بمعنى هو بيقول لي هنا في حاله لو انت عندك كات ارتفاعه من صفر المتر بتاخد ميل كام؟ 4 لواحد، وحدد لي الاربعه دي اللي هوريزونتال والفي الفيرتيكال اللي هو واحد، تمام. وفي حاله لو ارتفاع القطع من متر ل 3 متر هيبقى اسطوب 1 ل 3، واخر حاجه اكتر من 3 متر اسطوب 1 ل 2. فهنا الفكره كلها ان ايه؟ ان هنا عاطيني ثلاث حالات مختلفين. فبرنامج ال 7 3 دي عندي يا اما بيختار مثلا دي لايت بنش، يا اما بختار مثلا دي لايت جنرال. الجنرال مش هيقدر يديني بنش، والبنش ما يقدرش يديني حالات زي الجنرال. في الحاله دي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اكون للبرنامج حاجه حاله تمشي معايا في الحالتين، يعني حاجه تمشي معايا في الحالتين، زائد ان هي الدي لايت جنرال حتى زي ما هنشوفها بيديني ثلاث حالات فقط مش اربع حالات، انا عندي هنا اربع حالات في الفيل. دي هقدر اعملها ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها الكونديشنال. ايه هي الكونديشنال دي؟ عندي نوعين، كونديشنال هوريزونتال تارجت وعندي كونديشنال كات اند فيل. كات اند فيل دي بدي له حالات بقول له زي قاعده اف بتاعت الاكسل كده مثلا. في حاله لو انت هتشوف معطى معين هتبتدي تحقق لي الايه؟ الجزء دي، بمعنى ايه؟ انا هاخد دلوقتي الحاله دي اللي هي حاله الفيل، تمام كده؟ اللي هم اربع مين؟ زي ما شايفين اربع حالات، حلو كده؟ فالدي لايت جنرال هيوفر لي ثلاثه فقط. في الحاله دي باجي اقول له انا عايز اعمل كونديشنال كات اند فيل. ليه كونديشنال في الحاله دي؟ لان انا عندي اربع حالات، يبقى انا هحط الدي لايت مرتين، مره هدي له الثلاث حالات دول ومره هدي له حاله واحده اللي هي دي. فبقول له هنا الكونديشن بتاعي، اقول له كونديشن كات اند فيل، اضغط عليها. زي ما شايفين بتظهر لي الويندو دي، صغرها بس شويه استاذنكم، تمام؟ ونيجي مثلا في الحاله دي، هو بيقول لي الحاله بتاعتك هنا في الرايت ولا الليفت، فبقول له في الرايت. اللي اوت ويدث يعني هرسمها لك على الرسمه بعرضها كام، فمفيش مشكله هرسمها مثلا بعرض 5 متر، مش دي مش هتاثر معايا في شيء، لان دي بس مجرد عرض على الايه؟ عرض على الرسمه ليس الا. الميل بتاعك في حاله الفيل او في الكات، يعني مثلا قلت له هنا انا عندي فيل، تمام كده؟ واقول له الميل، يعني بصوا يا جماعه عمليه لي اوت دي يعني الاظهار اللي قدام منك هنا، ولكن ما بيأثرش خالص في الايه؟ في السب اسمبلي بتاعك او في الايه؟ في الكوريدور بتاعك، تمام؟ يعني ده بس كده للعرض مبدئي. طيب فبقول له انا عندي هنا حاله فيل، فبيقول لي المينيمم ديستنس كام والماكسيمم ديستنس كام؟ يعني ايه مينيمم ديستنس وماكسيمم ديستنس؟ يعني من كام لكام هيشتغل في الحاله دي، ومن كام لكام يشتغل في الحاله دي. فدلوقتي زي ما احنا قلنا احنا عندنا من صفر لواحد، ومن واحد لثلاثه، ومن ثلاثه لخمسه، ده كده اول معيار. يبقى اول حاجه بيبتدي من صفر، واقصى حاجه يبتدي لغايه كام؟ لغايه خمسه، يبقى انا هكتب له هنا خمسه، تمام كده؟ ليه؟ لان ما بعد خمسه هاخد له حاله ثانيه. يبقى البرنامج طول ما هو ارتفاع الفيل بتاعه من صفر لحد خمسه هياخد الحاله اللي انا هربطها بالرقم بالايه؟ بالعنصر ده، هبتدي احطها هنا كده، تمام؟ زي ما انتم شايفين كتب لي كلمه فيل، وكتب لي من صفر الى كام؟ الى خمسه. حلو؟ احنا ممكن حتى نكبر دي شويه، نخليها انا اسف كنترول واحد، نخليها 10 متر عشان تبقى ايه؟ اوضح واوسع. تمام، يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي الفيل في حاله من صفر الى خمسه، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي احط له الدي لايت العادي اللي هو الجنرال بتاعي، ادي دي لايت جنرال، تمام كده؟ وزي ما انتم شايفين لو احنا فتحنا بقى الدي لايت بالتفصيل بتاعه كده، انا عندي ايه؟ انا عندي الدي لايت جنرال بتاعي، في حاجه هنا اسمها فلات كات، وفي عندي فلات كات ماكسيمم هايت، والميديوم كات، والماكسيمم كات هايت، والستيب كات. ده الثلاث حالات للكات. يبقى انا عندي الكات هنا اهوت اقصى ارتفاع كام؟ وادي له الميل بتاعه، وبعدين الاقصى ارتفاع في الحاله الثانيه وادي له الميل بتاعه، وبعدين الحاله الثالثه اللي هو هياخد ايه؟ انليميتد، ياخد انليميتد. ونفس الحكايه في الفيل، لو انا جيت في الفيل عندنا اهو، عندي هنا الفيل اللي هو الحاله الاولى وبيوصل لغايه ارتفاع كام، والحاله الثانيه يوصل لغايه ارتفاع كام، والحاله الثالثه. فخلينا احنا نعمل شويه زوم عشان نبقى شايفين دي معانا. يبقى انا عندي الحاله الاولى، احنا هنركز على الفيل لان الكات هيبقى في حاله ثانيه خالص. ادي الفيل اول حاله عندي من صفر الى واحد بميل 6 لواحد. يبقى هنا اقصى ارتفاع عندي كام؟ هو هنا هو جايب الميل بتاعه 6 لواحد مظبوط، ولكن اقصى ارتفاع عندي هنا متر مش متر ونص، فبكتب له واحد وانتر، تمام؟ وبعدين الحاله الثانيه انا عندي من واحد الى 3، الميل بتاعها 4 لواحد، فالميل 4 لواحد مظبوط، واقصى ارتفاع بتاعها 3 مظبوط. وبعد كده الميل عندي كام؟ واحد لكام؟ واحد لثلاثة، هغير له بس من هنا واكتب له 3 وانتر، وببتدي انزل الجزئيه دي فين؟ في الرسم.
نضغط فين بقى؟ مش هنضغط فوق هنا اهوت على الايدج بتاعتنا، لا هنضغط في اخر اللينك بتاع مين؟ بتاع الفيل اللي احنا شايفينه، وبنضغط هنا. تمام، يبقى كده هو نزله لي، ونزل لي زي ما شايفين في حاله فيل وفي حاله كات، ولكن هو البرنامج هيتجاهل حاله الكات اللي موجوده، لان هو الكونديشن بتاعه عباره عن ايه؟ الكونديشن بتاعه عباره عن فيل فقط. الكونديشن عباره عن فيل فقط. طيب دلوقتي هو لو انا استخدمت البرنامج على هذا الاساس هو هيوصل لغايه 5 متر ومش هيزيد عن كده. طب افرض انا عندي حاله اللي هي الحاله الرابعه اكتر من 5 متر، فساعتها بعمل كونديشن تاني معاها، بقول له كونديشن كات اند فيل، نفس المعطيات برضه، هنخليه مثلا العرض بتاعه 10 متر، الميل بقى هنا هتزوده شويه 1 ل 2، تمام كده. وبعدين انا عندي هنا بيبتدي من 5 ميل من 5 متر لحد ما لا ايه، ما لا نهائي، تمام كده، وهو عباره عن فيل. تمام، وبحطها فين؟ مش بحطها بقى هنا، لا بحطها في نفس النقطه اللي هي نقطه القرار بتاعتي اللي هي النقطه دي اهي، تمام كده. طبعا احنا عملناها معلش ميل، نغير ميل نخليها ايه، 1.5 عشان تنزل تحتيها عشان تبقى باينه معانا. تمام، يبقى هو من النقطه دي، يبقى البرنامج في النقطه دي هيبتدي يحدد يشوف الفيل كام ارتفاعه. لو الفيل من 0 إلى 5 هيبتدي ياخد الحالات اللي موجوده هنا، لكن لو الفيل هنا اكتر من 5 هيبتدي يبص على الحالات اللي موجوده فين؟ موجوده هنا. تمام، طيب هنا ممكن اعمل دي لايت. طبعا عندي هنا كام حاله؟ عندي حاله واحده فقط، عندي حاله واحده فقط، فممكن اعمل دي لايت جنرال نفس الحاله. لو انا اخترت من هنا وقلت له دي لايت جنرال، تمام ماشي، وفي نفس الوقت هعدي له المعطيات بتاعته. يعني احنا هنبص هنا في الفيل، هو بيقول لي 1 ل 6، طبعا الميل عندي هنا كام؟ 1 ل 2، تمام. فساعتها هقول له الميل 1 ل 2 في حاله البرنامج ادي 1 ل 2، ونفس الشيء اقول له هنا 1 ل 2 وهنا 1 ل 2، تمام كده. والماكسيمم فيل ادي له مثلا كام؟ على اي ايا كان الرقم، لان هو اوريدي هياخد مين؟ هياخد القيمه بتاعته. مثلا ادي له 100، حلو، وهنا 100، تمام. مجرد ما بيجي هنا في الويندو دي معلش، وبحطها له هنا، تمام. زي ما انتم شايفين بقى الفيل عندي هنا كام؟ ماينس كام؟ ماينس 2، حلو. يبقى هو في الحاله دي هيبتدي ياخد الفيل ده في حاله لو الصوت عندي ولا الصوت عندكم شباب؟ ايوه طيب. يبقى انا عندي هنا الفيل في حاله من 0 ل 5 هياخد الحاله اللي هنا، وفي حاله اكتر من 5 هياخد مين؟ هياخد كام؟ 1 ل 2، تمام كده؟ طيب ده كده في الفيل. طب في الكات، في الكات انا هاخد بس الحاله اللي موجوده فوق، نفس الفكره، هيبقى هنا هعمل له دي لايت ياخد الكات، او اللي انا ممكن اخد له الكات مباشره، انا هاخد مين؟ الحاله اللي فوق اللي معانا دي اللي هي ايه؟ بتاعت الروك. هبتدي اقول له انا عايز اعمل برضه كونديشنال اللي هي كات اند فيل، تمام؟ في الحاله دي بقول له في الرايت 10 متر برضه 1 ل 1، والفيل بتاعي سوري والكات بتاعي انليمتد من 0 لانليمتد، مفيش مشكله. وببتدي اقدر انزلها له فين؟ في نفس نقطه القرار، نفس زي ما انتم شايفين نزلت معايا هنا، دي نقطه الفيل. انا عايز بقى اعمل له ايه؟ عايز اعمل له الديتش اللي احنا شايفينه ده، وبعدين البنشات اللي موجوده دي. فالديتش دي ممكن نعملها بشكل لينك، هو اللينك هيبقى ميل 4 ل 1، والفرق المنسوب كام؟ 50 سنتي. فباجي هنا بقول له كونت اللي هي جينيريك لينكس، بقول له اهو انا عايز لينك ويدز اند سلوب، تمام. العرض بتاعه كام؟ العرض بتاعه هنا 2 متر، لان هي 1 ل 4 ل 1 يعني، وينزل نص متر يعني عرضها 2 متر فقط. والميل بتاعها ناقص كام؟ ناقص 25، ناقص 25 لان الميل 4 ل 1. وهقول لكم ازاي تتاكدوا بشكل سهل وبسيط. لو انا ضغطت هنا كده، تمام، احنا مين سوري ناقص كام؟ احنا ناقص 25، تمام. اتاكد ازاي؟ احنا الميل بتاعنا 4 ل 1، يعني كل 4 افق يدين 1 راسي. يبقى كده هرسم انا مثلا ادي 1 راسي، تمام، وهاجي قصاد منه سوري واجي قصاد منه 4 افقي، تمام. ولو انا رجعت، احنا عملنا 4 راسي، انا اسف، 1 راسي يديني 4 افقي، تمام. ولو رجعت قفلت المثلث على ان الخط ايه، ماشي مع الخط مظبوط، يبقى انا كده حالتي مظبوطه. ولو اتاكدت ان هي نص متر، كل ما هنالك باجي في قائمه انوتيت وبقول له انا عايز اشيك على النقطه دي والنقطه دي، الدروب بتاعها كام؟ نص متر، يبقى كده مظبوط، تمام؟ حلو. بعد كده هبتدي من هنا وابتدي اعمل مين؟ البنش بناء على التفاصيل دي. هو بيقول لي الميل الهوريزونتال 1 والفيرتيكال 4، وكل 8 متر بيعمل لي مين؟ بيعمل لي بنش. فانا هاجي هنا ادور على الدي لايت، وفي الحاله دي بختار له الدي لايت بنش، تمام؟ وبقول له والله انا عندي في الكات سلوب اهو، الكات سلوب يبقى عندي 4، تمام.
الماكسيمم هايت يعني اقصى ارتفاع هيوصل له 8 متر. هو بيقول لي برضو الماكسيمم سوري الفيل سلوب، ففي الحاله دي انا عندي البنشات فقط في حاله القطع، فما فيش مشكله، لان انا زي ما احنا عاملين ايه عاملين كونديشن، فهو هيطبق الكونديشن ده في الحاله دي بس، يعني هياخد السيمبل اللي انا هحطه له او سوري الديلايت اللي هحطه له هنا هيطبقه بس في حاله الكات مش في حاله الفيل. هنا بيقول لي عرض الويدز البنش عرضه كام، فبقول له 3 متر تمام كده، والسلوب بتاعه اقول له كام ناقص واحد زي ما موجود فين في الرسم غالبا، متاكد السلوب بتاعه ناقص واحد تمام كده، السلوب بتاعه ناقص واحد تمام، وابتدي ايه ابتدي احطها له هنا ونبتدي ايه نشوف مع بعض. طبعا هو بيطلع بالشكل ده، ولكن احنا هنشوفها في الكوريدور بتاعنا هتبقى عامله ازاي. طيب كل المجموعه دي كده انا هبتدي اعلم عليهم باللينك الصغير اللي بنقوله، هو اللينك اوريدي في موجود هناك، يبقى هعلم على الحالات دي بتاعتي، وهبتدي اقول له من فوق هنا على اليسار اقول له ميرور على النقطه دي تمام ماشي، واقول له كلير وبقول له اوكي خلاص. يبقى انا عملت ميرور لنفس الاسمبلي سوري الميول بتاعتي من اليمين للشمال، وابتدي اشوف معايا هبتدي اعمل كوريدور. انا كنت لغيت الكوريدور اللي فات، نبتدي نعمل كوريدور. الكوريدور بتاعي هسميه ار 1، هقول له رود 1، انا شغال على الاف جي 02 اللي هو البروفايل، وعندي الاسمبلي اللي هو الوحيد اللي موجود في الرسمه اللي هو ده تمام. واهم حاجه عندي التارجتس، اقول له بص لي على مين، على الارض الطبيعيه، بص على الارض الطبيعيه، مجرد ما بقول له اوكي ماشي. فبيقول لي هنا شاشه الفريكونسي، فبقول له انا عايز فريكونسي كل 5 متر مبدئيا، كل 5 متر، وبقول له اوكي وبقول له اوكي، نقول له ريبيلد وربنا يسهل ما يكونش فيه ايرورز. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مبدئيا الحمد لله ما جالناش ايرورز. نبتدي نشوف الكوريدور بتاعنا في مناطق ممكن يكون فيها ايه، ممكن يكون فيها بنشات مثلا المنطقه دي، فبنضغط هنا احنا المكان ما هختار الكوريدور هيختار لي السكشن بتاعه، وابتدي اقول له كوريدور سكشن. بص هنا الميل هو 4 لواحد، المفروض نكتب له احنا 1 ل 4 ليه؟ لانه زي ما انتم شايفين هو عمل لي بنش هنا تمام. حتى نقفل معلش الجريد دي نو بقول له اوكي اهو، يعني هو عمل لي منطقه الديتش اللي في الاول هنا، ولكن الميل الجانبي بتاعي هنا جايب له كام؟ 4 لواحد، فطبعا دي كانه الميل مفتوح تماما. فهنا لا انا هقول له والله انا عايز 1 الى 4 عكس الرقم اللي ايه اللي موجود. يبقى انا هاخد هنا اقول له كنترول 1 اقول له كام؟ يبقى 0.25، يبقى كام؟ 0.25 تمام. وفي نفس الكلام الطرف الثاني هقول له 0.25، وبقفل هنا وبقول له انا عايز اعمل كوريدور، لازم اعمل له طبعا ريبيلد عشان نبتدي نشوف ايه الفوارق، نشوف مع بعض حتى هنا نركز تحت كده في المنطقه دي. اعمل كليك يمين وبقول له ريبيلد ونبتدي نشوفه هيعملها لنا ازاي. اهي مباشره عملها لي كام؟ 4 لواحد. تتاكد ازاي؟ لو انت رسمت لاين اهو، احنا هنطلع كل 4 متر راسي بيطلع متر افقي، 4 متر راسي بيطلع متر افقي، زي ما انتم شايفين الخط بتاعنا جاي في مكانه فين؟ جاي مكانه مظبوط تمام. وفي نفس الوقت انا عندي المنطقه اللي تحت دي هنا في دروب، ثواني بس اعدل شكل القطاع عشان نشيل الكتابات اللي الزياده. اوكي اهو تمام. عندي المفروض المنطقه دي نص متر، فلو انا جيت هنا وقلت له والله المنطقه بتاعتي دي نص متر ولا لا، انا اسف عايزينها لانير من هنا لهنا نص متر، ايه نص متر مظبوط تمام. يبقى ده كده القطاع بتاعي في حاله لو جه عندي هنا في بنش. حلو، نبتدي نشوف قطاع تاني مثلا ما يكونش في بنش، قطاع تاني مثلا في المنطقه دي. فلو جينا في السكشن اديتور ومشينا مثلا هنا، دي منطقه فيها فيل زي ما انتم شايفين، هو عمل لي ايه؟ عمل لي الفيل بتاعي بناء على الحاله اللي موجوده. طبعا هو كاتب لي هنا ناقص 0.33 اللي هو هيبقى 1 لكام؟ 1 ل 3، وهنا 1 ل 4 على حسب الايه؟ الميول الجانبيه بتاعته. ولكن هنا ما شافش مين، ما عمليش الحاله بتاعت ايه؟ ما عمليش البنشات، لا هو اشتغل على طول بالميول الجانبيه زي ما انا ايه؟ زي ما انا قلت له تمام؟ لان انا في الحاله دي انا ما قلتلوش ايه الميول الجانبيه، هو في حاله الكات هياخد بس القطاع اللي فوق هياخد منه الكات، اما في حاله الفيل بيبتدي يشوف زي ما قلنا لو اقل من 5 متر هياخد التفاصيل اللي هنا، اكتر من 5 متر هياخد التفاصيل ايه؟ التفاصيل اللي هنا. طبعا لو احنا بصينا حتى على القطاع في حتت ثانيه ممكن في البدايه شويه كده
ده برضه قطاع قاطع، يعني زي ما شايفين هنا قطاع قاطع فعمل لي هنا ديتش، اما قطاع الرد ما بيعمليش ايه، ما بيعمليش ديتش، بيمشي مباشره على مين، على الميول بتاعتنا زي ما احنا ايه، زي ما احنا شايفين. تمام، يبقى دي حاله مين، حاله الكات اند فيل كونديشن اللي هي مين، في معلش الويندو دي، يبقى اللي هي كونديشنال كات اند فيل. في حالتها احنا بس بنستخدم على حسب الحالات اللي موجوده معانا، بنستخدمها بنقول له في حاله الكات تاخد الشكل ده، وفي حاله الفيل لو هي حاله واحده تاخد الشكل ده او الشكل ده. في حاله لو ما عنديش انا التفاصيل دي كلها، عندي بس كات وفيل وده ثلاث حالات وده ثلاث حالات، انا ما بحتاجش ساعتها مين، ما بحتاجش الكات اند فيل كونديشن دوت، لا بحط بس دي لايت عادي واشتغل بيه. طيب هنا زي ما احنا شايفين، مره بيقول لي ان روك ومره بيقول لي ان سويل، فيفضل على حسب بقى الحل، لان هي الفكره الروك والسويل دي بتتحدد على حسب الطبيعه هناك. بيقولوا مثلا على سبيل المثال في منطقه جبليه، فدي هنشتغل على اساس ان روك، في منطقه سهليه فهنشتغل على اساس سويل. فده يفضل ان احنا نعملها في الموقع، بنختار من ستيشن كذا لستيشن كذا النوع ايه، وبنيجي في البرنامج هنا بنقول له بنعمل اثنين اسمبل، يعني نفس الاسمبل اللي احنا مختارينه ده. تمام كده، على سبيل المثال انا هاخده كوبي سي او انتر، تمام، وهفترض ان مفيش الحاله الرابعه دي، كاننا حاله ثلاث حالات فوق وثلاث حالات تحت، فساعتها هشيل كل اللي موجود ده، ده كده هشيله، وده كمان هشيله، وده وده، تمام كده، ونفس الشيء كل دول هشيلهم. تمام، يبقى انا عندي حاله القطع والردم هنا، فهبتدي بقى اشوف في حاله القطع هنا عندي كام والردم هنا كام. بحيث لو انا شغال في السويل اقول له كنترول واحد، تمام، فانا عندي ثلاث حالات قطع وثلاث حالات ردم في الحاله دي مثلا. ففي القطع هنا زي ما احنا شايفين انا عندي اول حاجه 1 لـ 4، فهغير له هنا هقول له دي 4، اقصى ارتفاع اللي هو متر، تمام، وبعدين 1 لـ 3، اقصى ارتفاع اللي هو 3 متر، هو مكتوب بالفعل، وبعد كده 1 كام، 1 لـ 2، ماشي، ده اللي هو على الرايت سايد. طبعا ايه الليفت سايد، سوري الفيل، لو نزلنا للفيل نتاكد 6 لـ 1 متر وكام، 4 لـ 1 لـ 3 متر، تمام، يبقى الرايت سايد اوكي. هشيل كمان اللي على الليفت سايد ده، هقول له ديليت، وده هعمل له ميرور على النقطه مين، النقطه دي، تمام، وده مثلا هنسميه طيب 1 داش سويل، عشان ده يشتغل فين، في منطقه السويل فقط. وهبتدي اعمل ايه، هبتدي اضغط على الكوريدور بتاعي، تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، طيب لازم نعمل سيف، انا اسف، نعمل سيف ونقول له سيلكت كده، اختار لي الكوريدور بتاعي اهو. سهل جدا ان انت تغير الاسمبلي بتاعك، مجرد ما انت بتضغط على الموديفاي ريجون وبتيجي كلمه ريجون بروبرز، تمام، بتضغط عليها نختار له الريجون بتاعنا اللي هو الاساسي ده، وبقول له والله انا عايز اغير الاسمبلي بتاعي من الى ايه. ايه فكره اللي انت تغيره من هنا احسن، لان هو بيحتفظ بنفس التارجتس، بيحتفظ بكل ايه، بكل شيء. فبقول له انا عايز هنا التايب 1 اللي هو السويل، وبقول له اوكي، وبننتظر عليه لحظات. المفروض هو بيعدل ايه، كل القطاعات بتاعتنا، بتاعت مين، بتاعت الطريق بالكامل، بياخد لي مين، بياخد لي الايه، الحاله اللي هي موجوده فين، الحاله اللي موجوده دلوقتي معايا هنا. فلو انا بصيت المناطق اللي هنا كان فيها بنشات زمان، لو انا اخترت هنا وقلت له انا عايز اشوف شكل القطاع في الحته دي عامل ازاي، زي ما انتم شايفين ما عمليش بنش، عمل لي كام، ميل 2 لـ 1، وهنا ميل كام، 3 لـ 1، عشان نصغر بس سوري نوضح الكتابات اهو. زي ما انتم شايفين عمل لي هنا ميل 2 لـ 1، وهنا ميل كام، 3 لـ 1، بدون بنشات، بدون ديتش، بدون اي شيء، لان هي عباره عن ايه، زي ما احنا قلنا القطاع بتاعنا ما فيهوش كونديشنز، فاخد الحالات مباشره. فيبقى في الموقع مثلا على سبيل المثال انت عندك نص المشروع كده ونص المشروع كده، فكل ما هنالك ان انت بتتفق مع الاستشاري او مع الجهه اللي انت بتشتغل معاها انهي مناطق قطع وانهي مناطق اللي هيبقى فيها ديتش. فمثلا على سبيل المثال انا عندي المنطقه دي، انا هاخد من اول هنا كده، حلو، هنعمل حتى مثلا المحطة دي لحد المحطة لاين لحد هنا كده مثلا، تمام، يبقى المنطقة دي كده من هنا لحد هنا دي هياخد مين؟ هياخد الدي لايت البنش، والباقي هياخد السويل. فساعتها بتعمل سبليت للريجون بتاعك، فانا هختار الريجون سوري اللي هو الكوريدور بتاعي، وبقول له هنا سبليت ريجون، بفصله والله بفصله عند النقطة دي، تمام كده ماشي، وبرجع تاني
افصل ده عند نهاية مين النقطة دي تقريبا. بقى كده انا عندي كده القطاع بتاعي او الكوريدور بتاعي متقسم 3 قطع، الاولى والوسطية والنهاية. فبيجي هنا وبقول له انا عايز اعمل ريجون بروبرتس، فبيقول لي انهي ريجون. زي ما انتم شايفين هو عامل هايلايت باللون الازرق، فبختار له اللي انا عايزه مثلا اللي هو في النص ده، واقول له والله ده رجعه لي، خليه لي ايه الستايل، سوري التايب بتاعي الاساسي اللي هو البنشات، وبقول له اوكي. وبقول له هنا ايديت تارجتس، بعدل له التارجتس بتاعته، وباكد له هنا ان هي ايه كلها الان جي ال، وبقول له اوكي وبضغط انتر. تمام. لو جينا بقى في قطاع، هو لو على سبيل المثال قطاع من القطاعات اللي موجوده هنا، واقول له وريني القطاع عامل ازاي، هنلاقي القطاع هنا ايه اللي هو المفروض القطاع بتاعي بالديتش اللي هو يعتبر بالبنشات، المنطقه دي بالبنشات. ولكن لو انا جيت في قطاع تاني متقدم او متاخر في ريجون تاني مش موجود هنا، مثلا على سبيل المثال، طبعا هنا مفيش مشكله في الكارت، انا عايز شويه قدام. ايوه اهو ده قطاع قطع اهو، زي ما انتم شايفين ما فيهوش مين، ما فيهوش الايه الديتش بتاعنا، لان هو كده ايه عمل لنا مين، عمل لنا الجزء بتاعتنا اللي هي ايه جزئيه ايه، ان هو في قطاع في منطقه السويل اللي اخذ بتاع السويل فقط، وفي منطقه البنشات اخذ بتاع ايه بتاع البنشات. فطبعا دي بتتحدد بناء على مين، على الطبيعه، امتى نستخدم الحالات دي وامتى نستخدم الحالات دي. كده يبقى احنا غطينا الى حد كبير يعني السب اسمبلي والاسمبلز بشكل عام. وزي ما قلنا افضل دليل ليك ان انت تعمل اي حاجه الحاله بتاعتك دي تنفع ولا ما تنفعش، على حسب، لان طبعا الحالات كتير جدا زي ما انتم شايفين، دي لايت ليه حالات كتير جدا، كل شيء يتطور ليه حالات كتير، ولكن انت بتشوف الحاله اللي تناسبك ايه وتبتدي تعمل كليك مين. انا عن نفسي دايما بعمل الكوريدور تجريبي كده واجرب فيه لحد ما الاسمبلي بتاعي يظبط تمام، ببتدي اخد الاسمبلي بتاعي على الرسمه الاساسيه وابتدي اشتغل بيه. انت حاول برضو تعمل نفس الفكره، عندك الدي لايت مثلا تجرب الحاله دي تنفع معايا ولا لا، وهو شارح طبعا من ايه بالتفصيل الممل لكل الحالات اللي ايه اللي موجوده معاك. تمام. ده كده خاص بالسب اسمبلي حتى الان، اتمنى نكون ان احنا غطيناه بشكل كويس. ولحد عنده اسئله سريعه في السب اسمبلي لغايه دلوقتي قبل ما اخش على تفاصيل الكوريدور؟ هل في حد عنده أسئلة أو حاجة؟ اللي عنده سؤال يكتبه. ما فيش حد عنده أسئلة. طيب نبتدي في الكوريدور. بسم الله الرحمن الرحيم، وغالبا ما حدش عنده أسئلة. طيب نبتدي في الكوريدور، نبتدي على الكوريدور. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كل ده كنا مجهزين له رسمة تانية. طب هي نفس الرسمة اللي تنفع معانا ولا ده كده الرسمة الاسمبلي 01؟ دي الرسمة. ماشي. مبدئيا قبل ما اخش على الكوريدور، الكوريدور زي ما احنا عارفين زي ما اتكلمنا قبل كده ان الكوريدور عبارة عن عملية تجميع لكل عناصر الطريق الثلاثة، اللي هو المسار بتاعنا، البروفايل بتاعنا، والقطاع بتاعنا اللي هو السب اسمبلي بتاعنا او الاسمبلي بتاعنا. في الاخر خالص بيطلع لي شكل طريق زي ما احنا شايفينه ايه بشكل ثلاثي ابعاد. ولكن برضو الكوريدور ليه محددات وليه مجموعه حاجات كثيره نقدر ايه نتعامل من خلالها. ايه هي المحددات دي وايه هو الشغل بتاع الكوريدور وما الى ذلك؟ نبتدي ندخل على صفحه ثانيه، هستاذنكم، او سوري ملف ثاني انا مجهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ادي كوريدور، كوريدور واحد كنا شرحناه حتى قبل كده. بسم الله. كوريدور واحد. البرنامج الكوريدور بشكل عام لما بيجي يتعمل بيتعمل لما بنيجي نختار الشاشه بتاعته بيديني البارامترز بتاعته، بيوجهني لمنطقتين او 3 مناطق لازم نشتغل بيهم. اول واحده بيقول لي ايه هي التارجتس بتاعتك في حاله لو عندك تارجتس، وايه هي الفريكونسي اللي عندك، ايه هو التارجت وايه هو الفريكونسي. التارجت ده في حاله لو انا عندي الطريق متغير، الطريق ده مثلا بيوسع وبيقل، او بيوسع ويضيق عرضه، بيتغير عرضه يعني، او ان الطريق دوت عند منطقه مثلا السنتر لاين بيبقى ملتزم بالبروفايل، وعند الايدج بتاع الطريق بيبقى ملتزم بمناسيب ثانيه، مضطر ان هو يحترم مثلا مناسيب ثانيه غير الميول الجانبيه بتاعته. تمام كده.
فدي تعتبر من التارجتس. التارجت الثالث اللي هي الميول الجانبيه لغايه سطح الارض الطبيعيه. يبقى كده هو عنده ثلاث انواع من انواع مين؟ انواع التارجتس. فاحنا عملنا مثلا على سبيل المثال، انا عندي اللوحه دي، اللوحه دي فيها اسمبلي بنسميه فول سيكشن واحد. عندي هنا حاره على اليمين عرضها 15 متر، وحاره على الشمال عرضها 15 متر، وعندي سايد ووك عرضه 10 متر بالكربستون بتاعته، ونفس الشيء بالكربستون بتاعته على الشمال. حلو. هبتدي اعمل كوريدور بسيط من الموضوع ده. انا عندي طريق زي ما احنا شايفين برضو 15 متر و10 متر عرض مين؟ عرض السايد ووك. هبتدي اقول له انا عايز اعمل كوريدور، تمام، وهسميه ار 1 مثلا، تمام، على سبيل المثال. ونشوف صفحه الكوريدور اساسا بيقول لي ايه، بيقول لي الستايل بتاع الكوريدور ايه، اللي هو الشكل بتاعه ايه. طبعا سواء ستايلات او الاكواد، حاجه اسمها الكود سيت، دول ممكن يتغيروا في اي وقت زي ما احنا عاوزين. فمبدئيا احنا بنشوف بس هنا، ادي الكوريدور بتاعي بيبقى المسمى بتاعه هنا. لو حبيت اعمل له ديسكريبشن بعمله له من هنا. وهنا بيقول لي نوع البيز لاين تايب، هنا هتفرق على حسب الاصدار اللي انت شغال بيه. لو انت شغال باصدار قبل 2017 مش هتلاقي الاختيار ده اللي هو الفيتشر لاين، لكن من 2017 فما فوق هتلاقي اختيار الفيتشر لاين. فيتشر لاين زي ما احنا قلنا وكنا شرحناه قبل كده بشكل بسيط، ان هو عباره عن خط ثلاثي ابعاد بيقبل ان هو يقبل كيرفات وما الى ذلك. وهنبقى نحاول نوصل ان شاء الله في المحاضره الجايه نتكلم عنه شويه الفيتشر لاين. فلو انا حبيت اعمل كوريدور من فيتشر لاين ينفع من بعد 2017، ينفع ان انا اعمله. مجرد ما بختاره زي ما انتم شايفين انا في الالاينمنت هنا، لو انا اخترت الالاينمنت فبيقول لي اختار الالاينمنت اند بروفايل، لان لازم يكون في بروفايل. الالاينمنت بدون بروفايل مش هيظهر معاك في الليسته اللي هنا، تمام. يبقى لازم الالاينمنت يكون له بروفايل عشان ابتدي اعمل مين، ابتدي اعمل الكوريدور. مجرد ما بختاره فبيقول لي ايه هو الالاينمنت وايه هو البروفايل. ليه؟ لان الالاينمنت الواحد زي ما احنا قلنا ممكن يكون فيه كذا بروبوزل، فاني واحد انت عايز تستخدمه عشان تطلع الطريق بتاعك. وطبعا ممكن تغيره في اي وقت بعدين، يعني انا ممكن اعمل الطريق بتاعي واعمل مثلا خمسه بروبوزل على سبيل المثال، زي ما عملنا في البروفايلات قبل كده، عملنا اثنين بروبوزل، انا هعمل خمسه. وعايز بعد كده اعمل كوريدور واشوف مثلا لو الكوريدور بتاعي دوت على البروبوزل واحد يديني كميه كم مقاطع وكم لرج، وبعدين اغير بدل ما اعمل كوريدور من جديد، لا اغير بس منسوب التصميم، اخليه بروبوزل اثنين مباشره يغير لي الكميات، اخليه بروبوزل ثلاثة يغير لي الكميات وهكذا. يبقى انا ممكن هو كوريدور واحد بس اغير عليه البروبوزل اللي هو الخاص بالبروفايل يبتدي يعدله لي. او ان انا مجرد ما بختار الفيتشر لاين زي ما انتم شايفين، هو قال لي الفيتشر لاين اللي موجود عندك المفروض يكون اسمه ايه والسايد بتاعه ايه، ما سالنيش على منسوب. ليه؟ لان هو هياخد المناسيب مباشره من الفيتشر لاين. الفيتشر لاين ملهوش بروفايل، ولكن الفيتشر لاين كعنصر ليه مناسيب، تمام كده. على هذا الاساس، على هذا الاساس هياخد مين؟ هياخد من البروفايل بتاعه، من سوري المناسيب بتاعته. اما لو الاينمنت لا، بيديني ايه؟ بيديني الاوبشن ويقول لي مين، ويقول لي ايه هو البروفايل، الاينمنت والبروفايل. ففي الحاله دي انا عندي الاينمنت بتاعي اللي هو رود 01، وعندي البروفايل بتاعي اللي هو الفينش، تمام كده، والاسمبلي بتاعي اللي هو الفول سيكشن اللي احنا قلناه. في حاله لو انا عندي ميول جانبيه فبختار له من هنا مين؟ بختار له التارجت بتاعي، ادي مثلا التارجت الام جي، لان هو بيشوف الاسطح اللي موجوده في الرسمه ويبتدي يجيبها لك هنا على اساس ان انت هتوديها فين؟ على الميول الجانبيه بتاعتنا. ولكن في الحاله دي انا ما عنديش ميول جانبيه، فهتغاضى عن اختيار الام جي ال. حتى لو انا اخترته ما فيش مشكله، هو كده كده انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش ميول جانبيه في القطاع بتاعي، تمام؟ فبقول له نان. زي ما انتم شايفين بيقول لي هنا سيت بيز لاين اند ريجنز بارامترز، يعني ايه؟ يعني التفاصيل بتاعت المين؟ بتاعت الكوريدور، اعمل لها سيت، يعني ابتدي اعمل لها اعدادات. فمعنى ان علامه صح يعني هتطلع تظهر لي ويندو ثانيه اللي انا بعمل فيها الاعدادات، وانا بالفعل عايز الويندو دي، فبقول له اوكي. ونشوف بقى الويندو دي مع بعض. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا اد بيز لاين، وعندي سيت اول فريكونسيز، وعندي سيت اول تارجتس. حيث لو انا عندي على سبيل المثال مخطط طريق، مخطط يعني سكني، في مثلا 10 طرق، فانا ممكن اعمل ال 10 طرق كلهم في كوريدور واحد. ازاي؟ ان انا بعمل كوريدور مثلا لطريق واحد، طريق واحد منهم زي ما انا عامل كده، وبعدين بضيف حاجه اسمها بيز لاين، فبيضيف لي طريق تاني موجود معايا. فابتدي البيز لاين ده مجرد ما بختار كلمه بيز لاين فبيقول لي ايه هو اسم البيز لاين، وايه هو الالاينمنت بتاعك، وايه هو البروفايل بتاعك، تمام كده. ودي ممكن نستعرضها شويه بعدين. فانا ممكن اعمل كل كوريدورات المشروع بتاعي، سوري، كل طرق المشروع بتاعي في كوريدور واحد. طبعا هي بتتقل الجهاز وبيبقى الشغل عليها اصعب، يعني مش اصعب، اتقل بكتير يعني. ولكن انت لو المشروع كامل مثلا عندك مخطط فيه 20 30 طريق، حاول تجمع كل خمس ست طرق مع بعض بحيث ايه يبقى العمليه مربوطه مع بعضها. فأما انا ممكن اوريكم حتى امثله عندي اعملها كده. ما تحطهمش كلهم في ملف واحد، لان الملف هيتقل منك وهيبقى ايه الحركه في الملف ايه هتبقى صعبه شويه. سيت اول فريكونسيز، لو انا هعمل الفريكونسي بتاعت كل القطاعات، هو هنا سيت اول يعني على هيشغلهم على الكل، اما هنا
انا عندي اختيار ان انا اختار الريجون هنا او اختار الطريق كله على بعضه. يعني ايه؟ دلوقتي نشوف، هنبتدي ناخد الفريكونسي العادي بتاعي. انا عندي هنا الفريكونسي ده، فبقول له فريكونسي اللي هو زي بيسموه تردد، هو مش تردد، هو تكرار القطاع على ال اسمه ايه دوت الالاينمنت بتاعي. احنا هناخد دلوقتي، معلش هستاذنكم، هناخد زي ما هو التفاصيل زي ما هي، مش هنغير اي شيء، وبعدين نرجع نغيره ونشوف تفاصيلها ايه. هقول له مثلا هنا اوكي، واقول له ريبيلد للكوريدور. زي ما انتم شايفين هو عمل لي ايه؟ عمل لي الكوريدور بتاعي ده. طبعا انت مش شايفه بشكل كويس، بتضغط عليه وبتقول له انا عايز اشوفه الاوبجكت فيور. تمام، نفتح الشاشه دي ونقول له والله ورهنا من هنا كده، نبتدي نشوف. زي ما احنا قلنا سابقا ان البرنامج بيعمل ايه؟ البرنامج بياخد القطاع بتاعك. طبعا هو هنا 3 دي 3 دي واير فريم. طيب بياخد القطاع بتاعنا زي ما احنا شايفين ان ده اهي، انا عندي حاره على اليمين، وبعدين عندي الكربستون، وبعدين عندي الرصيف، ونفس الشيء على الشمال عندي حاره والكربستون والرصيف. البرنامج بيبتدي ياخد القطاع بتاعنا من نقطه مين؟ من نقطه السب اسمبل اللي هي نقطه مين؟ انا عندي في الحاله دي نقطه السب اسمبل اللي هي النقطه دي. تمام كده؟ بياخد القطاع بتاعي ويبتدي يكرره على المسار ويديله نقطة البروفايل منها، يعني نقطة النقطة دي هي نقطة البروفايل في نفس الوقت نقطة على المسار. تمام كده؟ والفريكونسي قصده ايه؟ هو مكرر كل قد ايه؟ زي ما انتم شايفين هنا مسافة كبيرة، مثلا ممكن تكون 10 متر، ممكن هنا تكون 10 متر، وبعدين هنا قلت، وبعدين هنا قلت جدا. تمام كده؟ وبعدين زادت تاني، وبعدين قلت قلت زادت زادت. طب هي هو ده اللي ما يسمى الفريكونسي. الفريكونسي اللي هو تكرار القطاع على طول المسار، تكرار القطاع على طول المسار. طيب اقدر اتحكم منه فين؟ طبعا شاشه البروبرتس بتاعت اللي هو الكوريدور طبعا اختفت معايا، ولكن اقدر ارجع لها مجرد ما اضغط على الكوريدور بتاعي وابتدي اقول له كوريدور بروبرتس من فوق على الشمال هنا. تمام، بتظهر معايا الويندو دي، ده اسم الكوريدور بتاعنا لو حبينا نغير الاسم. هنا البارامترز اللي هي اللي ايه، نفس الشاشه اللي كانت ظاهره لنا هناك، بحيث نقدر نعدل منها الايه التفاصيل بتاعتنا. هنبتدي ندخل على الفريكونسي. الفريكونسي دي اللي هو الايه، زي ما قلنا تكرار القطاع التصميم بتاعك على طول الطريق. هيكون فايدته ايه الفريكونسي؟ في حاله لو انا عايز اظهر الطريق او احسن شكل الطريق او الطريق الفعلي النهائي بشكل كويس، بزود الفريكونسي خاصه في مناطق الكيرفات، لان هو كل ما هنالك، لو احنا كان عندنا كيرف، طبعا هنشوف مثال تاني بعد كده، يكون في كيرف، لو في منطقه فيها كيرف والمسافه ما بين الخط، لان هو كل ما هناك بيعمل ايه، بيحط قطاع هنا وبيحط قطاع تاني زي ما احنا شايفينه هنا، ويبتدي يوصل خطوط مستقيمه من القطاع من النقطه دي لمثيلتها في النقطه دي، يعني نقطه الكراون او نقطه طب الاسفلت هنا هيوصلها بنفس نقطه طب الاسفلت هنا بنفس طب الاسفلت هنا. ودي شفناها بالفعل لو احنا عملنا الاوبجكت فيور. تمام، اي زي ما انتم شايفين هتلاقي ايه، في خطوط واصله، مثلا في خط اهو وصل من البوتوم هنا للبوتوم هنا. تمام كده، وفي خط وصل من النقطه دي للنقطه دي، لان البرنامج هو ده عمليه الموديلنج بتاع مين، بتاع الطريق، ان هو بياخد القطاع بتاعك من قطاع واحد، لا بيحط مجموعه قطاعات ويبتدي يوصل ما بينهم خطوط. الخطوط دي بتاخد مناسيب، بياخد منسوب من هنا ومنسوب من هنا ومنسوب من هنا، وفي الاخر يكون لك سطح يجيب لك شكل ايه، شكل الطريق بتاعك بشكل ثلاثي ابعاد، اللي هي الموديلنج بتاعت الطريق. تمام كده، وبيبتدي يوصل زي ما انت شايف بيعمل برضه مثلثات، يعني دي تاخد كلها هتبقى خطوط مثلثات بعد كده. طيب فالفريكونسي بتاعنا طول ما بيقل الفريكونسي يبقى عدد الايه، عدد النقاط على القطاعات بشكل عام بتزيد، فالمسافه او شكل القطاع او شكل الطريق بشكل عام بيتحسن. ولكن لا يفضل مثلا على سبيل المثال في الخطوط المستقيمه ما تزودش قوي، يعني ما تعملوش مثلا كل نص متر في الخطوط المستقيمه. ليه؟ لان هو اوريدي هياخد خط مستقيم من النقطه دي للنقطه دي، فانت ايه فايده اللي انت تعملها مثلا كل 5 متر او كل 2 متر او كل ما الى ذلك؟ لا، يفضل بس في مناطق الكيرفات، وده هنشوفها ان شاء الله ايه متقدمه في سوري في جزء متقدم من المحاضره دي. ففي الحاله دي يفضل لو هو في خط مستقيم حاول تخلي الفريكونسي شبه ثابت، وزي ما احنا هنشوف بعد كده برضو ان الفريكونسي ده هتعتمد عليه في عمليه استخراج البيانات. بمعنى ايه؟ لو انا هستخرج البيانات بتاعه الطريق بتاعي بعد كده، انا عايز اطلع البيانات دي عشان ابتدي اشتغل بيها في الموقع، لو انا هستخدم عايز استخرج كل 5 متر، يبقى الفريكونسي بتاعي لازم يطلع كل 5 متر، اي ان الفريكونسي بتاعي لازم يطابق نفس الانترفال اللي انا هطلبه بعد كده. لان مثلا على سبيل المثال زي ما احنا شايفين هو في هنا على ستيشن 10 حلو كده، وفي هنا مثلا دي ستيشن تقريبا 15 سوري هنا ستيشن 100، واحنا وهنا في ستيشن 25. فلو انا جيت بعد كده قلت له والله انا عايز ستيشن 125 طلع لي بياناتها، مش هيطلع لي بيانات. ليه؟ لان مفيش قطاع تصميمي هنا، فالبرنامج مش هيعمل
مش هيخترع من عنده، لا هو مباشرة هيبتدي مين؟ هيبتدي يجيب الداتا بتاعتها، وحالة لو في قطاع هنا لازم ساعتها بنزود فريكونسي وبنحط له قطاع هنا عشان يبتدي ايه يطلع البيانات عليه، ودي هنخليها لقدام شوية. فيعتبر الفريكونسي هو ايه؟ زيادة عدد القطاعات على مين؟ على المسار نفسه. فلو انا بضغط هنا وقلت له بروبرتس، اللي هو كوريدور بروبرتس، وقلت له انا عايز الفريكونسي، في حاله لو انا مقسم الطريق مجموعه ريجون زي ما احنا عملنا من شويه، قسمنا الطريق 3 ريجون، عملنا ريجون ياخد نوع من الطرق، سوري نوع من من الاسمبلي ونوع تاني. ففي حاله التقسيم بيظهروا هنا بتقسم كذا حاجه، ولكن هنا هو البرنامج اخذ الكوريدور بتاعي، المسار بتاعي طوله كله 279 متر، فاخده كل واحد. لو انا حبيت افصله، طبعا التولز اللي موجوده في تولز هنا اللي هي الموديفاي ريجونز، انا هعمل بس فصل دلوقتي مبدئيا كده سريع، فبقول له سبليت ريجون، فبيقول لي فين. زي ما انتم شايفين لما بتيجي تقف انت على الكوريدور بيعمل هايلايت باللون الازرق، تضغط عليه بيقول لك انت عايز تعمل سبليت فين، عايز تفصل الكوريدور فين. ففي الحاله دي مثلا هفصله في النقطه دي، تمام كده زي ما انتم شايفين هيفصل لي جزء هنا وجزء هنا، ولكن الكوريدور حتى الان وحده واحده، وكل ما هنالك فصله لي فين؟ فصله لي هنا في الشاشه بتاعت البروبرتس اهو. قال لي والله انت من ستيشن 0 لحد ستيشن 225 اللي معمول لها هايلايت زي ما احنا شايفينها كده، المنطقه دي كلها ليه؟ لان انا ممكن اتحكم في الفريكوانسي الخاص بالمنطقه دي فقط، ممكن اتحكم في التارجتس الخاصه هنا، ممكن اغير مين؟ اغير السكشن او الاسمبلي في المنطقه دي، ولكن ما ينفعش اغير البروفايل في المنطقه دي لوحدها، لان زي ما شايفين الطريق الاساسي اللي فوق اهو ده الهوريزونتال بتاعه وده الفيرتيكال بتاعه، يبقى ده هيبقى ثابت على الكل. يعني انا قصدي ما ينفعش لو انا عندي اتنين بروبوزل، ما ينفعش اعمل نص بروبوزل هنا ونص بروبوزل هنا، لا البروبوزل بيتم على الكل، ولكن القطاعات نفسها بتتغير من هنا لهنا. ممكن اعمل هنا قطاع نص، اعمل هنا قطاع كامل، اعمل هنا قطاع بميول جانبيه هنا من غير، ما فيش مشكله، كل ما هنالك اللي انا عملت له سبليت. فلما عملت له سبليت اتقسم لي هنا اتنين زي ما انتم شايفين، القطعه الكبيره اللي هي دي كده والقطعه الصغيره اللي هي دي. ممكن في اي وقت اغير، يعني مثلا والله ده هخليه على ال 200 مثلا او 150، تمام، وده هخليه على كام؟ على 100 150، تمام كده، وبقول له ابلاي ريبيلد للكوريدور. انا سوري ما خدش 150، ريبيلد للكوريدور، تمام. يبقى زي ما انتم شايفين هو فصلوا لي فين؟ فصلوا لي في النقطه دي بالظبط. لو انا جيت قلت له انا عايز كوريدور للبروبرتس بتاعتي اهو، يبقى القطاع الاولاني اللي هو اول 150 متر، القطاع الثاني بادئ من 150 متر لحد اخر ايه؟ اخر استيشن عندي. طبعا عمليه الفصل دي احنا بنعملها في حاله لو انا هعمل كذا قطاع مختلفين، تمام. والفكره برضو ان انا ممكن احدد فريكونسي خاص بالمنطقه دي، احدد اسمبلي خاص بالمنطقه دي، او احدد تارجتس بتاعتي خاصه بالمنطقه دي، تمام. ففي الحاله دي انا هعمل لهم دمج تاني، انا مش عايز اخليهم منفصلين. ابتدي اضغط هنا وبقول له انا عايز اعمل بسم الله الرحمن الرحيم ميرج ريجونز، والله ده مع ده، تمام. زي ما انتم شايفين لو رجعنا في شاشه البروبرتس هيبتدي يقول لي والله لا انت بدات من البدايه لحد ايه؟ لحد النهايه كلها في كوريدور ايه؟ في اسمبلي واحد، سوري في ريجون واحد، تمام. دي بتتسمى ريجونز، المنطقه دي بتتسمى ريجون. طب لو انا حبيت بقى اعدل الفريكونسي، نفتح نشوف شاشه الفريكونسي عامله ايه، نضغط هنا. بص يا شباب دلوقتي انا عندي شاشه الفريكونسي بيقول لي والله عند الهوريزونتال بيز لاين وعند الفيرتيكال وعند الاوفست، ثلاث عناصر. الهوريزونتال اللي هو الخط المستقيم نفسه، هو بيقول لي along tangent يعني الخطوط المستقيمه عامل لها كل كام؟ ففي الحاله دي بقول له مثلا كل 10 متر. هنا بقى على حسب مين؟ على حسب الداتا اللي انا هطلعها ان شاء الله بعد كده، وعلى حسب جوده الطريق اللي انا عايز اشوفها عامله ازاي. في الحاله دي هقول له مثلا كل 10 متر في الخط المستقيم، في الكيرف هقول له مثلا كل 5 متر او كل 2 متر ونص، في السبايرال اللي هي المناطق الانتقاليه ما بين المنحنيات الانتقاليه ما بين الخط المستقيم والكيرف او ما بين الكيرف والكيرف. في الحاله دي انا ما عنديش اساسا سبايرال فما فيش مشكله، يعني لو انت ما عندكش الحاله مش موجوده فما فيش مشكله تعدلها او ما تعدلهاش. في بقى مجموعه نقاط احيانا انا شخصيا بلغيها، ولكن هي احيانا بتبقى كويسه واحيانا بتسبب لك شويه مشاكل في الكوريدور، اللي هي ايه؟ اللي هي الجزئيات دي. هو بيقول لي ات هوريزونتال جيومتري بوينت، يعني ايه؟ يعني الهوريزونتال جيومتري بوينت عنده النقاط الجيومتري بتاعت الهوريزونتال كيرف اللي هي بدايته والمنتصف بتاعته ونهايته. هو هيزود لك قطاعات على المناطق دي زي ما انتم شايفين هنا مثلا زي كده، هو مزود هنا قطاعات على المناطق دي، حلو كده. ليه؟ لان المناطق دي مثلا هتيجي زي ما انتم شايفين في حاجات تغيرت في الفيرتيكال نفسها، نفس الشيء في الهوريزونتال، نفس الشيء في الفيرتيكال. في الحاله دي انا بقول له غالبا بقول له نو، انا مش عايز اشوف
سواء في السوبر الفيجن كريتيكال بوينت او في الهوريزونتال. بس انت ممكن للدقه الاكثر ممكن تخليها يس ما فيش مشكله اتس اب تو يو يعني، ولكن احيانا بتعمل لنا شويه ايه، بتعمل لنا شويه مشاكل. هنا في الفيرتيكال نفس الشيء، انت عايز على القطاع سوري على القطاعات كل قد ايه. ففي الحاله دي انا هقوله كل 10 متر زي الهوريزونتال زي الفيرتيكال، تمام كده. وفي الجيومتري اد فيرتيكال جيومتري بوينتس اللي هي مين، بدايه المنحنى الراسي ومنتصف المنحنى الراسي ونهايه المنحنى الراسي، تمام كده. وهنا في اللو بوينت والهاي بوينت ممكن برضو تضيف ايه قطاعات، انا في الحاله دي برضو مش عايز اضيفهم، طبعا انت ممكن تضيفهم ما فيش مشكله. هنا بقى في التارجتس، بحيث لو انا هيكون عندي تارجت خارجي في الاوفست تارجت، انا عندي تارجت خارجي هو هيزود لي نقاط على التارجت الخارجي، بس هو حاليا انا ما عنديش تارجت خارجي فمش مش هيهمني في شيء، بقول له اوكي وبقول له اوكي. مجرد ما بقول له ريبيلد زي ما انتم شايفين انتظمت المسافه ما بين كل قطاع والتاني. لو احنا حتى شيكنا عليها ما بين هنا وما بين هنا هتطلع كام؟ هتطلع 10 متر، تمام. وفي نفس الوقت شادي الخطوط الزياده اللي كانت موجوده، ليه؟ لان انا قلت له في الفريكونسي شيلها لي. طب هل انا كل مره، عشان برضو ايه نتعود على السرعه الى حد ما، هل احنا كل مره بنخش جوه البروبرتيز هنا ونعدي من جوه؟ لا، في طريقه اسرع واسهل. انت عايز تعدي من هنا ايه الفريكونسي، ادي اهو ايديت فريكونسي، بتضغط عليها وبتضغط على الريجن اللي انت عايزه بيطلع لك شاشه الفريكونسي مباشره. يبقى يعني انت مش كل شويه تدخل على شاشه مين البروبرتيز، انت من هنا تقدر تعدل كل شيء. على سبيل المثال انا ما عنديش هنا هوريزونتال بس عندي هنا في الفيرتيكال، هقول له يس وهقول له يس ونبتدي نشوف هنلاقي ايه في شويه خطوط زياده هيظهروا معانا اهو. زي ما انتم شايفين في خطوط ظهرت هنا وخطوط ظهرت هنا وهنا، دول بتوع ايه؟ ادي الفيرتيكال كيرف بتاعنا، انا عندي نقطه الزياده اللي هي النقطه دي هيظهر عليها قطاع، والنقطه دي يظهر عليها قطاع، والنقطه دي يظهر عليها قطاع، ونقطه الهاي بوينت هيظهر عليها قطاع. نفس الشيء في اللو بوينت والبدايه والنهايه، يعني هنلاقي مجموعه نقاط ظهرت فين؟ على القطاع بتاعي او على سوري على الكوريدور بتاعي. ليه؟ لان انا كل ما هنالك انا زودت له وقلت له هات لي مين في الفيرتيكال، زود لي عند نقاط الجيومتري بتاعه الفيرتيكال واللو بوينت والهاي والهاي بوينت. طبعا هي مفيده اللو بوينت والهاي بوينت، بس الفيرتيكال مش مفيده قوي. بس مبدئيا اتس اب تو يو، انت عايز تظبطها او لا ترجع ايه؟ ترجع لك انت. بس هو احيانا بالذات في الكالدوسات ما كانتش بتظبط فكنا بنشيلها مباشره، مجرد ما اقول له اوكي يرجع كده. يبقى دي فكره الفريكوانسي اللي موجوده فين في البرنامج، اللي هي عمليه تكرار القطاع على الخط بحيث يظبط لي شكل القطاع بشكل عام ويطلع لي جوده احسن للخط، ولكن طبعا بتقل الايه؟ بتقل الملف معاك وبتقل الجهاز طول ما انت شغال. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا في القطاع لو دخلنا على شاشه البروبرتس عندي حاجه اسمها التارجت. نبتدي نفتح التارجت ونضغط عليه هنا. اه معلش في جزئيه بس في الفريكونسي زي ما انتم شايفين مجرد ما انا غيرت كانت الاول القيمه 20 فانا عندي هنا القيمه 10 5 20 فراح جايبها لي هنا قال لي فارياس. فارياس يعني متغيره، وقصده متغيره ان الكيرف مش زي السبايرال مش زي الخط المستقيم. لكن لو كان كلهم واحد على سبيل المثال انا هعمل هنا 10 وهنا 10 وهنا 10 وهنا 10 بس واقول له اوكي هنلاقيهم كلهم 10 فما فيش مشكله بالنسبه له. لاحظت لو انا عندي كذا ريجون وعايز اطبق عليهم مره واحده، لان انا هنا بعدل في الريجون الواحد بس، لكن انا عندي كذا ريجون للالاينمنت ده فقط ببتدي اضغط هنا وبعدل، يبقى التعديل اللي هيتم هنا هيتم على كل الريجونز اللي تحت البيز لاين ده او تحت السنتر لاين ده. طب افرض انا عندي كوريدور كامل فيه 10 سنتر لاينز وعايز اعدل الفريكونسي على الكل يبقى كل 2 متر ونص، اختار من هنا سيت اول فريكونسيز، دي هيعدل على كل الايه كل الخطوط اللي موجوده معانا في الرسم. طيب حاجه ابتدي على التارجتس نفس الشيء، فبقول له انا عايز اشوف التارجتس. زي ما انتم شايفين هو عنده ثلاث انواع من انواع التارجت، تارجت سيرفيس اللي هو السطح، والتارجت الثاني اللي هو الويدز اند اوفست تارجتس اللي هي العرض، تمام كده، وسلوب اند الفيجن تارجت اللي هو التارجت بتاع مين، التارجت بتاع المنسوب، التارجت بتاع مين، بتاع المنسوب. طيب في حاله لو انت عندك داي لايت فهو بيقول لك الداي لايت بتاعك هتبص على سطح ايه، مجرد ما بتتخلط تضغط له هنا وتقول له والله مثلا على ان جي ال وتقول له اوكي يبقى خلاص هو هيعمل الداي لايت على ان جي ال، ولكن انا ما عنديش داي لايت فما فيش مشكله ما اختارهوليش. هنا الويدز تارجت العرض، ايه بقى اللي ظهر معايا هنا؟ طبعا المتغيرات هنا المنطقه دي كده هتتغير من قطاع للتاني، شكل قطاع لشكل قطاع تاني. ليه؟ لان دي الاسمبلز اللي موجوده معاك في القطاع واللي بتقبل عمليه التارجت بتاعتك، التارجت اللي هو اللي هي عمليه التوسعه. في عناصر ما بتقبلش توسعه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، انا استاذنكم نرجع باك تمام. لو ضغطنا على كنترول وثلاثه وجينا مثلا على البيزك وقلنا له عايز بيزك لين، كليك يمين وبقول له بروبيرتس تمام، وابتدي انزل ايه؟ انزل تحت شويه هنا زي ما انتم شايفين تارجت باراميترز ما فيش حاجه، يبقى التارجت باراميترز نان،
يبقى انا عندي لو انا اخترت طريق، عملت طريق وعملت له حاره اللي هي بيزك لين، وقلت له تعالى بعد كده وسع لي الطريق، مش هيوسع. ليه؟ لان مثلا على سبيل المثال هنعمل قطاع تاني، معلش اسمبلي كده سريعا 02، حلو، وبقول له ده هنا، واعمل بيزك لين يمين وبيزك لين شمال زي كده، تمام. وهاجي للكوريدور ده واقول له بروبرتس، واقول له والله عدل لي السامبل، سوري السكشن بتاعي اللي هو بيبقى 02، تمام. وجيت فبصيت في التارجتس، هيقول لي نو تارجت فاوند ان ذيس سكريبت. ليه؟ لان اساسا الحاره اللي انا مستخدمها اللي هي البيزك لين دي ما فيهاش تارجت. طب افرض مثلا على سبيل المثال انا هقول له هشيل واحده من دي، حلو، وهبتدي احط لين اللي هي ايه؟ لين اي او ار دي اللي فيها ايه؟ اللي فيها التارجتس بتاعتي، تمام. ونفس الشيء هبتدي اضغط على الكوريدور واقول له والله اعمل لي تعديل، واختار لي النوع اللي هو مين؟ النوع 02، بقول له اوكي واقول له التارجت. هنا فتح لي التارجت، ولكن زي ما انتم شايفين قال لي والله انت عندك حاره اسمها لين سوبر اي او ار على الرايت سايد. هنا بيقول لي على الرايت سايد، وتقدر تديها تارجت في توسعه وتارجت في مين؟ في منسوب، تمام كده؟ ولكن الحاره اللي على الشمال لا ما بتقبلش. يبقى عشان كده الليسته اللي موجوده هنا ممكن تختلف من شخص للتاني او من مشروع للتاني على حسب الاسمبلي اللي انت مختاره. على حسب الاسمبلي اللي انت مختاره. فاي حاره انت عايز تعرف تنفع معاك ولا لا، كليك يمين عليها تقول له الهيلب، ده احسن دليل يعني عشان ما ترجعوش تساليني بعد كده. وهنيجي هنا في التارجتس، هو الراجل بيقول لي والله انت التارجتس عندك ممكن تارجت توسعه وتارجت اوتسايد اليفيجنز. يعني ايه اوتسايد اليفيجن؟ يعني المنسوب الخارجي. طب المنسوب الداخلي، المنسوب الداخلي اوريدي مرتبط بالسنتر لاين او مرتبط بالحاره الملاصقه ليها. اما المنسوب الخارجي بتاعك انت ممكن تغيره بناء على الايه؟ الحاجه اللي بره. طب اللي بره ده عباره عن ايه؟ بروفايل الاينمنت او 3 دي بولي لاين او فيتشر لاين او سيرفي فيجر، تمام كده؟ زي ما احنا كنا اتكلمنا عنها حتى تقريبا في المنطقه الحضره اللي فاتت، بحيث لو انا بربط على طريق اكزيستنج موجود على اليمين وعايز اربط عليه، اعمله بس 3 دي بولي لاين، وتيجي بعد كده تقول له والله انا عندي تارجت، التارجت ده هيكون نوع مين؟ هيكون نوع اليفيجن، وبتختار 3 دي بولي لاين. طب في الحاله دي احنا على نفس القطاع اللي موجود ده، اهم شيء بقى عشان كده لما نيجي نشتغل لازم تسمي كل حاجه من الحاجات بتاعتك. يعني ايه؟ انا عندي دي الحاره اللي على اليمين، لو قلت له كنترول واحد ده الاسم بتاعها في شاشه مين؟ في السوبر ماركت. لو جينا فتحنا حتى كنترول وثلاثه، استاذنكم كنترول وثلاثه، ادي الحاره بتاعتي اسمها لين سوبر اي او ار، حلو؟ وهنا نفس المسمى انا ما غيرتوش، لين سوبر اي او ار. فيفضل لا تسمي كل حاجه عشان يبقى اسهل عليك معرفتها اثناء عمليه التارجتس، بحيث لو انت هتستخدمها في التارجت. ففي الحاله دي هقول له لا والله دي اسمها ار تي مثلا لين، يبقى دي الحاره اللي على الايه؟ اللي على اليمين. انا اسف ما قلتلوش ار تي داش لين، تمام كده؟ ونفس الشيء دي هسميها ال تي اللي هو ليفت سايد داش لين، تمام كده؟ لو انا جيت بعد كده وقلت له انا عايز اشوف التارجتس بتاعتي هنا، طبعا نفس الشيء انا مش محتاج ادخل على قائمه البروبرتس، عندي هنا ايه؟ ايديت تارجتس، اضغط عليها واختار له على الريجون، هيطلع لك نفس الويندو. اهي زي ما انتم شايفين انا عندي الحاره اللي على اليمين اللي هي اسمها ار تي لين، دي على اليمين اهي، وفي اختها هنا على ايه؟ على الشمال. يفضل ان انت تسمي ليه؟ لان لو انت عندك كذا حاره هتلاقيهم موجودين هنا، يعني مثلا في القطاع بتاعنا اللي هو في الصفحه الثانيه اللي هي دي، انا عندي كام حاره هنا؟ انا عندي ثلاثه يمين وثلاثه شمال. فلو انا جيت على الكوريدور بتاعي ده اخترته وقلت له والله انا عايز اعمل له ايديت تارجتس ونشوف كده، زي ما انتم شايفين عندي حاره الثانيه اهي، حاره الثانيه الثالثه. طب انهي واحده اللي هتوسع؟ انا مش عارف. ليه؟ عشان انا ما سميتش. اتليست سمي اللي انت هتغيرها، تمام كده؟ عندي ثلاث حارات يمين اهم، وعندي اخواتهم على الشمال ثلاث حارات شمال، برضو انهي واحده اللي هتوسع مش عارف، تمام؟ واللي تاخد توسعه بتاخد مين؟ بتاخد سلو، يعني اللي بياخد النوع اللي بياخد توسعه بيقبل يعني تارجت توسيع، بياخد نفسه ايه؟ تارجت ايه؟ تارجت منسوب، تمام؟ ففي الحاله دي نرجع للمثال البسيط بتاعنا عشان يبقى ايه العمليه واضحه بالنسبه لنا. يبقى انا عندي لو انا حبيت اعمل اي تارجت بضغط على المشروع بتاعي او سوري الكوريدور بتاعي واقول له ايديت تارجت، حلو، بختار له الريجن اللي انا شغال فيه وبقول له انهي واحد اللي هيوسع وانهي واحد اللي يدي. طيب هو في الحاله دي انا ما عنديش اي توسعه فمفيش مشكله، الطريق كده بالنسبه لي تمام، حلو. لو انا بصيت على الطريق وقلت له اوبجكت فيور زي ما شفنا، يجيب لي شكل الطريق زي ما احنا شايفين كده، ماشي. نفس الوقت لو انا اخترت له النوع هنا conceptual زي ما انتم شايفين هتلاقوا الطريق ايه؟ الطريق موجود معايا، ولكن انا بص كده هنلاقي في فراغات هنا، شايفين ليه؟ لان البرنامج كل ما هنالك هو عمل لي فيل للمنطقه شكلا بس، فيل للمنطقه ما بين القطاع والتيني، ولكن المناطق اللي زي كده ما عملهاليش فيل.
يفضل ساعتها ان احنا نعمل ايه؟ لان هو حتى الان لو احنا جينا في الاسطح هنلاقي بس سطح الارض الطبيعيه اللي موجوده. ولو انا جيت حسبت كميات البرنامج بيحتاج سطحين، طب السطح التاني فين؟ هو حتى الان البرنامج مش شافش السطح التاني. فعشان كده الكوريدور نفسه لو جينا في شاشه البروبرتس زي ما احنا اخترنا هنا، انا عندي كان تاني كود حاجه اسمها البارامترز، تالت حاجه اسمها الكودز والفيتشر لاينز دي انا برمج عليهم بعدين، رابع حاجه هنا او خامس حاجه هنا اسمها السيرفس اللي هو السطح. فالمعنى اللي انت تعمل كوريدور تمام، انت كده عملت شكل شكل الطريق بتاعك في ثلاثي ابعاد، ولكن لم لسه لغايه دلوقتي ما عملتش سطح يمثل التوب او البوتوم بتاع مين؟ بتاع السطح بتاع الكوريدور بتاعك. يعني انا عايز اشوف فعليا بقى شكله مع الارض الطبيعيه عامل ازاي، فببتدي اعمل له حاجه اسمها السطح. السطح ده كل ما هنالك ان البرنامج بقول له انا عايز اعمل سطح جديد، واضغط على الايقونه دي هسميه مثلا R1 توب، يبقى ده كده سطح التوب ماشي. برضو انا لغايه دلوقتي عملت توب وبقول له اوكي ريبيلد تمام، وظهر معايا السطح هنا ماشي. فاجي هنا اعمل كليك يمين واقول له سيلكت، وابتدي ابص على مين؟ على السطح بتاعي ماشي. بص كده مفيش حاجه ليه؟ لان انا عملت زيه زي نفس فكره السطح الجديد. لما بعمل سطح جديد السطح بيبقى لسه فاضي، لازم بحط له عناصر تمام كده. لازم احط له مين؟ لازم احط له عناصر. ايه هو العناصر اللي احطها هنا؟ يبقى هرجع تاني للكوريدور واقول له والله اديني كوريدور بروبرتس والسطح، ادي العناصر اللي عندي. يا اما بحط له حاجه اسمها فيتشر لاينز، يا اما بحط له حاجه اسمها لينكس. ايه اللينك وايه الفيتشر لاين؟ نرجع تاني للاسمبلي بتاعنا. اللينك زي ما احنا شفنا قبل كده حتى في الشكل ده، اللينك اللي هو الخطوط، سواء الخطوط اللي واصله ما بين النقاط بتاعه القطع. فلو انا جيت هنا وبصيت على القطاع بتاعي اللي انا شغال بيه، انا عندي نقطه هنا حلو كده اللي هي النقطه اللي عرفت عليها، بيقول لي دي نقطه اسمها كراون. واصل خط عباره عن لينك واصل من النقطه دي لحد النقطه اللي هي هنا لو احنا بصينا عليها دي ار انتر مرتين، اللي هي دي اسمها اي تي دبليو، واصل ما بينهم خط لينك تمام كده. لو انا حبيت ابص اللينك ده موقفه ايه، برجع تاني كنترول 3 بشوف الحاره اللي انا مختارها دي واعمل كليك يمين وبقول له هيلب، وبرجع اشوف اسم الكود ده عباره عن ايه تمام. برجع تحت خالص انا عايز اعمل كود توب، يعني الخط اللي يمثل توب الاسفلت اللي فوق اللي هو اسمه L1. لو انا جيت هنا وقلت له L1 ده الكود بتاعه ايه، ادي L1 بيقول لي والله الكود بتاعه يا اما كلمه توب يا اما كلمه بيف. هو عامه لو انت هتعمل سطح توب فبتختار ما هو اسمه توب، وهتعمل سطح بوتوم بتختار كل ما هو اسمه ديتم. حلو كده، يبقى توب بعد اختارها توب، ولو بوتوم تختار كلمه مين؟ تختار كلمه ديتم. ادي ديتم اللي هو ال 5، لو انا بصيت عليه ادي ال 5 اللي هو الخط الايه؟ الخط السفلي. طيب يبقى انا كده هرجع للبرنامج تاني، ادي هرجع للكوريدور بضغط عليه وبقول له والله نفس الشيء، بدل ما اضغط هنا ممكن اقول له ايه؟ كوريدور سيرفيسز. يبقى كل عنصر من العناصر اللي موجوده في الشاشه دي موجود معايا فين؟ موجود معايا هنا. مجرد ما هضغط اقول له كوريدور سيرفيس بيقول لي انت عملت سطح توب ولكن حتى الان فارغ ما فيهوش اي تفاصيل. فبقول له والله انا عايز لينك اللي هي اللينكات اللي هي الكود بتاعها ايه، انا عندي زي ما تشوف الدوب وعندي ديتا. ففي الحاله دي انا بقول له انا عايز التوب وبقول له علامه الزائد عشان يضيفوا لي فين؟ يضيفوا لي هنا، ادي ضافوا لي هنا التوب. عندي هنا حاجه اسمها اوفر هانج كوركشن، وعندي هنا از بريك لاين. خلينا دلوقتي من الاثنين دول هنخليها زي ما هو، احنا ما ضفناش كل ما هناك، انا ضفت اللينك بس وهقول له اوكي، مش هخش في التفاصيل الثانيه دلوقتي، هنخش لها بعدين. زي ما انتم شايفين مباشره ظهر معايا السطح هنا، لو انا ضغطت ادي سطح التوب بتاعي، ولو انا قلت له اوبجكت فيور ونبتدي نبص عليه ادي السطح بتاعنا شكله لذيذ وجميل زي ما انتم شايفين، واخد الكيرفيتشر. طبعا هو طريق ايه، في كيرفات اهو، كيرفات راسيه زي ما انتم شايفينها تمام. ولو احنا بصينا عليه حتى من الجنب كده مثلا من الليفت، او مش خط مستقيم هنا، انا واخد كيرفات زي ما احنا شايفين، زائد في نفس الوقت اخد مين؟ اخد التفاصيل بتاعتي. ادي نقطه الكراون حتى عاليه قوي في النص اهي تمام، خط الكراون مش عارف معاك ولا لا، ادي خط الكراون. وعندي هنا السايد ووك يمين وسايد ووك ايه؟ سايد ووك شمال. حلو، ده كده سطح مين؟ سطح التوب. نفس الشيء انا ممكن اضغط على الكوريدور وابتدي اقول له كوريدور سيرفيسز، وابتدي اعمل له سطح تاني. السطح ده يمثل سطح مثلا مين؟ البوتوم. حلو، وساعتها بختار له من هنا مين؟ الديتا. بختار له من هنا الديتا وبقول له مين؟ وبقول له اد. مجرد ما بقول له اوكي ريبيلد للكوريدور، زي ما انتم شايفين ظهر سطح تاني معايا اهو اللي هو ده سطح البوتوم. برضه اشوفه كده اوبجكت فيور موقفه عامل ازاي، ده سطح مين؟ سطح البوتوم بتاعي. طبعا التفاصيل مش هتبان قوي هنا زي ما هنشوف ايه في القطاعات التانيه. حلو، طيب يبقى انا كده عملت سطح توب وعملت سطح بوتوم. يبقى انا كده الكوريدور اقدر اعمل منه الاول اللي يفضل انا اظبطه
اظبطه بسم الله الرحمن الرحيم، اظبطه بشكل عام كفريكوانسي وكتارجت والكلام ده كله، وبعدين بعمل مين؟ سطح التوب وسطح مين؟ سطح البوتوم. طيب انا هقفل بس سطح التوب والبوتوم، مش عايز اشوفهم مبدئيا. اديت بوردر اونلي او نو ديسبلاي، خلينا نو ديسبلاي افضل. اديت اقول له نو ديسبلاي، تمام حلو. هبتدي بقى استخدم التارجتس، انا عايز اشوف التارجتس دي هستخدمها ازاي. هبتدي بس انا افتح، بس استاذنكم افتح باركنج كده. طيب ادي الكوريدور بتاعي ماشي، وزي ما انتم شايفين عندي خط هنا لونه ابيض، اقصد لونه احمر، خط احمر هنا، وفي خط لونه اصفر هنا وخط لونه اصفر هنا. طيب انا عايز ابتدي اعمل ايه؟ انا عندي طريق ماشي بعرض ثابت اللي هو 15 متر، وبعدين هيبتدي في منطقه هنا هيبقى في باركنج يمين وباركنج شمال. المنطقه دي عرضها غالبا، والله ما انا متذكر، انا اسف، من هنا لحد هنا عرضها 5 متر. يبقى انا عندي باركنج عرضه 5 متر ماشي كده، وبعدين بيرجع تاني. هل انا ملزم هنا ان انا اعمل قطاع مره يبقى عرضه 15 وقطاع مره عرضه 20 عشان ابتدي اشتغل؟ لا، انا بستخدم هنا فكره التارجتس. طول ما هو القطاع واحد نفسه ما اتغيرش يبقى ما فيش مشكله، انا مش محتاج اعمل قطاع ايه، مش محتاج اعمل قطاع تاني. ولكن كل ما هنالك ان انا هبتدي اعمل ايه، هبتدي اعمل تارجتس او اختار تارجتس للايه، للمشروع بتاعي. نبتدي نشوف التارجتس بالطريقه الغلط وبعدين بالطريقه الايه، الطريقه الصح. هي مش غلط بس يعني نشوف موقفها ايه. فهبتدي اقول والله ايه التارجت، انا عايز اعمل تارجت، وبختار له هنا وبقول له والله التارجت بتاعي ان الحاره اللي على اليمين، بضغط هنا هو بيقول لي الحاره بتاعتك دي، التارجت بتاعك ده عباره عن الاينمنت، فبقول له لا انا الحاره بتاعتي، سوري، التارجت بتاعي عباره عن فيتشر لاين او سيرفي فيجر او بولي لاين، تمام كده. فبقول له بولي لاين وبختاره له من الرسمه، تمام، وبقول له والله مين، وانا عندي هنا الصفر وهنا الزياده، يبقى ده كده على اليمين هنا، فبختار له مين، التارجت اللي هو بتاعي ده، وبقول له اوكي ماشي. هو شاف قال لي بولي لاين رقم واحد، هو بيدي له ترقيم، تمام. نفس الحكايه على الشمال، بختار من هنا وبقول له والله انا عايز بولي لاين، وبختار له البولي لاين بتاعنا منين، من على الرسم اللي هو ده، وبقول له انتر، تمام، وبقول له اوكي. يبقى انا كده وسعت الطريق في المنطقه دي يمين والمنطقه دي شمال، ومجرد ما اقول له اوكي نبتدي نشوف ايه اللي هيحصل. مباشره بيجي لك زي ما انت شايف كده، ايه دي؟ دي شاشه الايرورز بتاعت مين؟ بتاعت الكوريدور. الشاشه دي لازم تخليها كده زي ابنك الصغير، لو ما عندكش اولاد اعتبره ابنك، زي الفيتشر لاين بالظبط، اللي انت وانت شغال على الكوريدور لازم الشاشه دي على طول قدامك. انا مبدئيا انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا دايما شغال على شاشتين، شاشه رئيسيه اللي احنا شغالين عليها، وفي شاشه جانبيه، هبقى اصور لكم حتى الوضع، شاشه جانبيه حاطط فيها الويندو دي. ليه؟ عشان اي ايرور يحصل معايا اثناء الشغل ابقى انا متابع الايرور ده ايه، عشان ما يتطورش بعد كده الايرور وما اعرفش اصلحه. طب ايه هو الايرور ده؟ لو انا ضغطت عليه وضغطت دبل كليك، اصل في ناس كتير ساعات يصور الصوره دي ويقول يا جماعه انا حصل لي مشكله هنا مش عارف احلها. هو الحل موجود عندك هنا، اعمل دبل كليك على الايرور، هيقول لك والله تارجت اوبجكت نوت فاوند ويد. يعني ايه؟ التارجت بتاع الويدز بتاعك ما لقاش الايه؟ ما لقاش التارجت اللي انت عايزه. انت قلت له اعمل لي تارجت ويدز او توسعه، واخترنا الخط الاحمر اليمين والخط الاحمر الشمال، تمام؟ ولكن هو ما شافوش على ستيشن صفر، برضه ما شافوش فين؟ على ستيشن، بص هنا كده، ستيشن صفر مره على ال، بص هنا كده، ادي اهو في الرايت سايد، تمام؟ واللي بعديه فين؟ في الليفت سايد. يبقى ما شافش التارجت بتاعه في الليفت وفي الرايت. على ستيشن صفر هتلاقيه متكرر مرتين، ستيشن 10، ستيشن 20، 30، 40، 50، وبعد ال 50 جاب لك 200. معنى ذلك ان هو ستيشن 60 شاف التارجت، ستيشن 70 شافها، يبقى انا لازم اشوف التارجت بتاعي مش مغطي المنطقه دي ومش مغطي المنطقه الثانيه اللي هي دي. يبقى مبدئيا هقول له والله الاكشن بتاعي دلوقتي كلير اول ايفنت، يعني نضف لي كل الشاشه دي، وارجع اشوف عندي هنا. زي ما انتم شايفين هو الخط الاحمر هنا اه، ولكن المنطقه دي ما فيهاش خط احمر، يبقى البرنامج ما كانش شايف هنا. ولو اتاكدنا هنبص من هنا للنقطه دي لحد النقطه دي كده مثلا، هنلاقيهم 50 متر المفروض بالفعل، دول ال 50 متر اللي البرنامج ما شافش فيهم، لكن بعد كده شاف فيهم. طب شاف فيهم ايه؟ لو احنا بصينا بقى على سطح التوب هنا، نستاذنكم نطلع بس حتى ادي سطح التوب بتاعنا هنا، او زي ما انتم شايفين الطريق ايه، الطريق وسع معايا في منطقه الباركينج ورجع لم تاني ومشي. ولكن هو حاليا في ايرور، فيعني انا عملت اي تغير في البرنامج، مثلا هبتدي اضغط هنا واقول له والله ايديت فريكوانسي، زي ما انتم شايفين مبدئيا احنا كنا ماشيين كل 10 متر، ولكن زادت مين؟ زادت معايا شويه خطوط، شايفينها، في خط زاد هنا وفي خط زاد هنا. الخطوط دي زادت ليه؟ لان انا قلت له ايديت فريكوانسي واخترت هنا اللي هو الجزء الخاص بالتارجت،
هو الراجل قال لي في حاله لو في تغير في التارجت اعمل سيكشن، فبقول له يس تمام كده، وفي بدايه ونهايه التارجت فبقول له يس. حلو كده، يبقى هو البرنامج مباشره هيحط لي مين؟ هيحط لي قطاع زياده على الخطوط بتاعتنا هنا. في حاله لو انا قلت له نو على سبيل المثال، هقول له نو وهقول له نو وبقول له اوكي، زي ما انتم شايفين الايرور طلع عليه تاني. طب ما انا كنت قلت له قبل كده خلاص كلير، ولكن البرنامج كل شويه يقول لك ايرور ايرور ايرور، هيطلع لك بالايرورز كل شويه. فيفضل ساعتها ان انت بتشيل هنا وتبتدي تحل الايرور اللي عندك. حلو كده، تحل الايرور اللي عندك. طيب طريقه الحل ايه في الحاله دي؟ حاجه من اتنين، يا اما بزود الخط المستقيم اللي هو التارجت بتاعي ده، اجيبه لحد الاخر هنا وحد الاخر هنا ما دام هو ملتزم بنفس العرض، او الاسهل اللي انا بعمل سبليت للريجون. سبليت للريجون، بضغط على الاسمبلي بتاعي سوري الكوريدور بتاعي وبقول له سبليت للريجون. هو طبعا هو كله زي ما انتم شايفين هو ريجون واحد، فبضغط عليه هنا وبقول له والله عند ايه الاستيشن دي اعمل لي سبليت. تمام، طبعا الايرورز لسه شغاله معايا ما فيش مشكله، وبرجع هنا تاني الريجون الكبير ده بضغط له هنا وبقول له مين سبليت عند النقطه مين عندي هنا. زي ما شايفين الايرور بيتكرر، يعني هنا اهو زي ما شايفين هنا صفر وصفر او اول اثنين. تمام، وبعدين راجع تاني تحت هيجيب لك ايه، لا هو سوري هيكررهم تاني هيقعد يجيبهم من جديد. فبقول له هنا كلير ايفنت وبقول له اوكي. طب انا عايز اعدل ايه دلوقتي؟ اعدل التارجتس. فبقول له ايه التارجت لمين؟ هنا خلاص اوريدي التارجت بتاع التوسعه بتاعي ما فيش مشكله فيه، انا عايز التارجت اللي قبليه. بضغط هنا، هو الراجل بيبص هنا على البولي لاين واحد وهنا بيبص على البولي لاين اثنين. ساعتها اقول له لا والله انا مش عايزك تبص على حاجه هنا ولا تبص على حاجه ايه هنا، واقول له اوكي اوكي ماشي، وهسيب اللي في الاخر ده زي ما هو وبضغط انتر. ماشي، لو انا عملت ريبيلد للكوريدور او غيرنا فريكوانسي الاول، معلش نزيد مثلا فريكوانسي على سبيل المثال كل 5 متر عشان بس يعمل لنا هو ايه، المفروض يطلع لنا شاشه الايرور. بسم الله الرحمن الرحيم، ما طلعنا شاشه الايرور ليه غريبه؟ طب ما فيش مشكله، هنبتدي نعدل برضو التارجتس اللي موجوده فوق هنا. اقول له ايدي التارجت، تمام، هنا هقول له شيل اللي هو الواحد وهنا شيل اللي هو مين الاثنين، وبقول له اوكي اوكي كده. يبقى انا لو عملت اي تغيير في الـ في الـ في الكوريدور مش هيطلع لي الايرورز، لان هو واخد هنا التوسعه بس، وهنا مش واخد توسعه، وهنا مش واخد ايه، مش واخد توسعه. نفس الشيء عندي زي ما انتم شايفين، هو الكيرب ستون هنا كان العرض 10 متر، وبعدين ال 10 متر انتقلوا معايا هنا. يعني لو بصيت هنا واخترت من النقطه دي للنقطه دي هلاقي نفس هم الايه، نفس هم ال 10 متر اللي هم بالكيرب ستون، انا اسف لحد هنا هي ال 10 متر نفسها انتقلت معايا ما فيش مشكله. ليه؟ لان الطريق بيوسع، اللي وسع مين؟ وسع الحاره دي، فبالتالي الجزئيه دي مشيت معاها. طب افرض انا عايز احتفظ بنفس العرض ده او نفس الوش ده على سبيل المثال اللي هو من النقطه دي للنقطه دي بدون اي توسعه، ليه؟ لان دي حدود مثلا سور موجود. معنى ذلك ان الكيرب ستون او السايد ووك هيبقى هنا عرضه 10 متر، ولكن هنا هيقل هيبقى 5 متر فقط. فساعتها انا مثلا فاتح تارجت، هبتدي افتح التارجت بتاع السايد ووك ليميت اوف ورك، تمام كده، اللي هو ايه الحدود الخارجيه دي، وابتدي اعدل مين؟ اعدل التارجتس بتاعتي، اقول له ايديت تارجتس، تمام هنا. فساعتها عندي مين؟ عندي اللي هو الـ 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 الحاره الخارجيه. طبعا هنا زي ما انتم شايفين انا مش محدد المسميات، فابتدي اشوف انا المسمى اللي انا عايز اعدله ايه. فهنا تبص على الحاره بتاعتك مثلا على سبيل المثال، ناخد الجنب ده اللي هنسميها مين؟ اس دي داش ار تي، يعني سايد ووك رايت سايد، تمام كده. نفس الشيء على الشمال اس دي داش ار تي اللي هو رايت سايد، سوري ال تي ده على الرايت سايد وده على الليفت سايد. تمام، بحيث لو انا جيت هنا وقلت له والله انا عايز اعدل التارجتس بتاعتي، طبعا التارجتس هنا ما فيش مشكله فيها وهنا ما فيش مشكله، انا عايز اعدل بس اللي في النص هنا، واقول له انا عندي هنا الاس دي رايت والاس دي ليفت. تمام، ادي هو في، بص عشان نوع السايد ووك دوت في حاجه اسمها البوليفارد، هوريكم شكلها عامل ازاي. في الحاله دي انا عايز مين؟ السايد ووك الويدز هنا العرض بتاعه، وهقول له البولي لاين بتاعي وبختاره له من على الرسم اللي هو الخط ده، وبقول له انتر. ماشي، وبقول له اوكي. ونفس الشيء على الليفت سايد، بقول له سيلكت فروم دروينج وبختار له هنا وبقول له انتر. اوكي اوكي ونشوف مع بعض، ادي انتر اهو زي ما انتم شايفين. دلوقتي لو انا بصيت على سطح الطب بتاعي، ادي سطح الطب،
ادي عندي هنا عمل التوسعه بتاعت الباركنج بتاعتي ما فيش اي مشكله، وفي نفس الوقت السايد ووك هنا عرضه 10 متر، ولكن السايد ووك هنا بقى عرضه كام؟ 5 متر، والتزم بمين؟ التزم بالخطوط بتاعتي. طيب من الحاجات بقى اللي احنا بنحب نعملها دايما حاجه زي كده، زي ما انتم شايفين هنا ادي التارجت بتاعي كان واخد منطقه سلوب من حد من هنا لحد هنا، ولكن لو احنا بصينا كده مثلا على شكل السطح بتاعي مبدئيا هنلاقي بتبقى بتظهر ساعات مشاكل في الحته دي، زي ما انتم شايفين ظهرت حاجه شبه كده، حاجات ساعات بتظهر بالشكل ده. دي حلولها بسيطه ان انت بتعدل شويه في السطح او ان انت بتزود شويه سكاشن فريكونسي زياده. طب افرض انا عايز ازود على القطاع نفسه او على اللي اسمه ايه دوت، بسم الله الرحمن الرحيم، عايز ازود على الكوريدور نفسه قطاعات ولكن في اماكن معينه مش بفريكونسي ثابت. يعني مثلا قلت له اديت فريكونسي هنا انا عايزها كل 10 متر زي ما كانت مثلا، وبقول له اوكي تمام. يعني انا عايز ازود بس اقول للبرنامج حط لي مثلا قطاع زياده بس عند نقطه الكورنر بتاعت مين؟ بتاعت الجزئيه دي، او اي عايز قطاع عند حته معينه. ودايما ساعات بنعمله مثلا القطاع ده في حته لو في مثلا بوكس كالفرت معديه مثلا، على سبيل المثال بوكس كالفرت معديه في الحته دي، فانا عايز ازود قطاع كوريدور في الحته دي بحيث ابقى شايف المناسيب التصميميه هنا كام. فده سهل جدا، بتضغط على القطاع حلو كده وبتقول له اد ا سيكشن، اد ا سيكشن عايز ازود قطاع فيها، او ممكن من خلال اللي هي الايديت فريكونسي بتضغط له هنا موجوده تحت هنا اللي على الشمال، سوري الموجوده المنطقه الموجوده تحت، مجرد ما بتضغط على كلمه البلاس دي حلو كده هنضغط هنا واختار له مثلا نقطه اللي هي النقطه مين؟ الكورنر اللي موجود هنا، فاعمل كليك يمين وبقول له اند بوينت النقطه دي وبقول له انتر. زي ما انتم شايفين قال لي والله القطاع اللي انت ضفته ده على ستيشن 75.96، ومجرد ما بقول له اوكي زي ما انتم شايفين زود لي فين؟ زود لي خط مباشره هنا وعدل لي الشكل هنا. حلو؟ في حين ان هنا لسه الشكل ايه؟ لسه الشكل ما تعدلش، لكن لو انا ضغطت هنا وقلت له برضه اد ا سيكشن تمام؟ فين عندي النقطه دي كده؟ وبقول له انتر مباشره عملها لي. ولو انا دخلت جوه في الفريكونسي قلت له اديت فريكونسي المنطقه دي هتلاقي ايه؟ ضاف لي اثنين، الاول ده اللي انا ضفته من هنا والثاني اللي انا ضفته مباشره منين؟ من على الرسم، وفي نفس الوقت عدل لي الشكل بتاع مين؟ بتاع شكل القطاع بتاعي. لو انا ضغطت بصيت حتى في السطح، بس هي غالبا دي مش بتتعدل في السطح من هنا. انا اعدلها لي بشكل كويس الى حد ما شويه، ولكن المناطق دي تتعدل بشكل ايه؟ مثلثات، لان هي كل ما دي عباره عن مثلثات مقلوبه، تبتدي تعدل بس شكل السطح النهائي بتاعك. ازاي تعدله مثلا سريعا؟ بضغط على السطح وبظهر الايديت سيرفيس ستايل، انا عايز اظهر التريانجلز اللي هي الخطوط المثلثات. بتعمل هنا تقول له ايزوليت اوبجكت، وكلمه ايزوليت اوبجكت هنا وبتختار له مين؟ السطح بتاعك، وبتقول له انتر. كده بيعزل لك بس السطح بتاعك. مجرد ما انا اضغط شيفت وماوس ويل اللي هو الزر الايسر بتاع، سوري الزر الاوسط بتاع الماوس، وبعدل من هنا بقول له 3 دي كونسبشوال اهو، زي ما انتم شايفين ادي المناطق مين؟ عدلنا شويه كده اهي، دي هنا المثلثات اللي مش سليمه، فببتدي اضغط على السطح وبقول له ايه؟ سواب ايدج، وببتدي اعدل والله الخط ده والخط المثيله اللي هو ده تمام؟ والخط مثيله اللي هو ايه؟ اللي هو ده، زي ما انتم شايفين السطح هنا اتظبط معايا. نفس الشيء بعد مثلا في النقطه دي والنقطه دي والنقطه اللي في الاخر دي، ده كده حاجات في الفينش في الاخر خالص بعد ما تخلص ايه؟ بعد ما تخلص الخط ايه؟ الخط بتاعك. نفس الشيء مثلا 3 نقاط، وده بيرجع لان المنطقه دي مش متاخده كيرف، متاخده خط مستقيم، عشان كده طلعت المشكله دي. فخلينا مثلا على سبيل المثال يبقى ده كده شكل السطح الايه؟ النهائي بتاعي هيطلع شكله ايه؟ شكله مظبوط الحمد لله تمام. بعد ما تخلص تقول له انا عايز سطح التوب، سوري الفيو توب بتاعي، ورجعت 2 دي واير فريم، وباجي هنا بقول له اند اوبجكت ايزوليشن، وخلاص مره واحده زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا شايفين كده يتعدل معانا يرجع تاني الشكل، وبقول له السطح اشوف اوبجكت فيور عامل ايه؟ والله السطح ممتاز وزي الفل تمام. طيب دي كده من الحالات، مين حالات التارجتس اللي موجوده؟ انا عايز بس اقفل الستايل ده ماشي حلو. طب في تارجتس ثانيه، وطبعا في تارجت اللي خاص بالمنسوب، بس انا ما عنديش حاله هنا للمنسوب. في من ضمن الحاجات برضو عشان تعرفوها، في حاله لو انا عندي الباركنج دوت زي ما احنا شايفين الباركنج بتاعي دلوقتي، انا كل ما هنالك انا عملت امتداد لنفس الحاره فاخد نفس الميل، بدل ما هي كانت 15 متر بقت 20 متر ولكن نفس الميل. لو انا عندي الباركنج بميل عكسي فهتضطر ساعتها ان انت تعمل مين؟ تعمل حاره اضافيه هنا. في الحاله دي ممكن من نفس القطاع او بتاخد كوبي من القطاع دوت، على سبيل المثال انا هاخد كوبي من القطاع ده اقول له سي او تمام كده.
طبعا لما تيجي تاخد قطاع كوبي ما تاخدوش تعلمش عليه كله وتقول له كوبي، لا بتاخد بس نقطه الاسمبلي تقول له كوبي وتطلع بيها، هتلاقيه مباشره جابها ايه، جابها معاك طول ما انت بتعمل كوبي في نفس الرسم. ماشي كده. ولكن في المره دي بقى انا هبتدي اعمل مين، هعمل حاره تانية هنا اضافيه، فانا هبتدي ماشي اشيل دول كده مثلا وهاخد دي كده اقول له كوبي ماشي، وهحطها له فين، هحطها له هنا تمام، وهعمل دي الميل بتاعها كام 2% عشان يبقى الميل عكسي تمام، وعرضها مثلا مبدئيا 2 متر، 2 متر ونص دلوقتي، لان كده كده انا هعمل لها ايه، هعمل لها تارجت، فهعلم على دي وهسمي دي بقى مين، ار تي بارك لين، باركينج لين تمام كده. نعمل بس على الجنب اليمين هستاذنكم عشان يبقى ايه العمليه اسرع، يبقى ار تي باركينج لين، هبتدي اضغط هنا واقول له والله انا عايز اعمل ايه ريجون بروبرتس، وابتدي اغير من هنا واقول له والله بدل ما هي فول سيكشن واحد لا هسميه فول سيكشن اثنين اللي انا عملته، او ممكن اختاره من على الرسم لو انا مش عارف اسمه ايه بالظبط اللي هو ده تمام كده، واقول له اوكي اوكي انتر تمام. حتى الان لسه الشكل ما اتظبطش معايا، كل ما اقول له اقول له ايديت تارجتس، عدل لي التارجتس بتاعتي زي ما شايفين، هو واخد الرايت لين، لا الرايت لين ساعتها انا هقول له مش عايز لها، مش عايز لها ميول، انا عايز مين بقى الرايت باركنج لين، هي اللي تاخد مين، هي اللي تاخد الميل بتاعي على الخط الاحمر بتاعي، هذا الخط الاحمر اللي هو هنا، وبقول له انتر وبقول له اوكي اوكي عاوز مش طيب مفيش مشكلة، اضغط انتر تمام. احنا مش حاطين اسمه ايه صحيح، انا اسف، هناخد ده، هناخد ده كوبي في المنطقة دي عشان احنا معندناش الرصيف الناحية التانية. يس ميرور، انا عملت كوبي، انا اسف، المفروض نعمل ميرور، ميرور تمام، ونشيل ده ونشيل ده حلو. في نفس الوقت نبتدي هنا اقول له تارجتس، عندي اللي هو الاوت سايد دوت الخط الخارجي بتاعه مين، الخط الخارجي بتاعه ده، واقول له اوكي اوكي او انتر تمام. نبتدي نشوف كده القطاع بتاعنا، لو احنا حابين نبص على القطاع سيكشن اديتور ماشي، هبتدي اعدل هنا شكل الفيو بتاعي ده، اخليه ايديت فيو، والشبكة مش عايز اشوفها مبدئيا، او زي ما انتم شايفين انا عندي هنا ادي الطريق بتاعي هنا ناقص 2، وبعدين هنا طلع بزائد 2 زي ما انتم شايفين، وبعدين الايه الميل الجانبي. ولكن زي ما انتم شايفين عندي بقى هنا مشكلة اللي هي ايه، انا عملت سطح توب وسطح بوتوم، ادي سطح مين، سطح البوتوم زي ما انتم شايفينه كده، زي ما انتم شايفين عمل ايه مجموعة خطوط، المفروض سطح البوتوم يفضل ماشي مع خط البوتوم هنا ويطلع فوق ويفضل ماشي كده، نفس الشيء سطح التوب برضو، ادي سطح التوب اللي هو ده، سطح التوب ماشي اوكي ما فيش مشكله فيه، لكن سطح البوتوم فيه مشكله. المشكله دي بتيجي لما بنعمل حاجه اسمها الاوفر هانج كوركشن، اوفر هانج كوركشن، بس طبعا هو هنا عشان في تداخل خطين، هي دي اوفر هانج كوركشن، هنصلحها في حته ثانيه يكون افضل. طيب يبقى انا كده عملت ايه، عملت توسعه حلو للقطاع بتاعي، لو انا ضغطت على القطاع بتاعي وقلت له الاوبجكت فيور تمام كده، وانا مش عايز 3 دي واير فريم تمام، يبقى انا هنا عندي المنطقه بتاعت الطريق الرئيسي هتاخد ميل 1 ميل 2% لحد الباركينج، والباركينج هياخد ميل عكسي لحد هنا تمام كده. والباركينج زي ما احنا شايفينه لما ظهر التارجت، عشان انا عملت سبليت للريجون هنا، ظهر التارجت معايا راح عامل الباركينج ايه بالميول بتاعته زي ما احنا عاوزين، ولما انتهى انتهى معانا ايه، معانا هنا، وبعدين كمل الطريق عادي بميل كام 2% زي ما هو. يبقى دي كده فكره التارجتس بشكل عام. طبعا هنخش في تفاصيلها بقى فين في الملف الثاني، ولكن التارجت زي ما احنا شفنا، لو احنا ضغطنا هنا ونرو التارجتس، عندنا ثلاث انواع تارجت، يا اما تارجت سطح في حاله لو انا عندي دي لايت، عندي تارجت ثاني اللي هو التوسعه، وتارجت اللي هو الايه تارجت السلوب تمام. نبتدي نرجع على مثال اقوى شويه بقى اللي هو عندنا هنا تمام. يبقى انا عندي هنا احنا واخدين ابو ميول جانبيه اللي هو مين، احنا واخدين هو سبليت ريجون وعاملين سبليت ريجون، طبعا انا مش عامل سبليت ريجون، هستاذنكم ان احنا ندمجهم مع بعض تاني، ميرج ده مع ده كوبي عشان نخليها كلها ايه كل واحد،
وبرضه ميرج ده مع ده وبقول له اوكي تمام. هنقلل شوية الفريكوانسيز بتاعتي هنا، اقول له edit sorry frequency تمام. عايزه كل كام؟ كل 25، وهنا كل 10 مثلا، وبقول له اوكي عشان يخف معانا شوية الملف تمام. يبقى احنا ايه، نشيل برضو الحاجات اللي ملهاش لازمه. يبقى انا عندي هنا في البرنامج احنا واخدين الحاله ده، هنشتغل على الحاله دي عشان دي الابسط والاسهل تمام كده مبدئيا. يبقى انا عندي هنا الطريق عباره عن 3 حارات، حلو، وعندي 3 حارات تانيين هنا ماشي، وبعدين عندي حته صغيره كده زي راوندنج يمين وشمال، وبعدين عندي الميول الايه، الميول الجانبيه، وفي نفس الوقت عندي جزيره وسطيه زي ما احنا شايفين. الفكره كلها زي ما احنا عاملين كنا اتكلمنا قبل كده، ان انا لو انا عندي جزيره وسطيه ونقطه المنسوب بتاعتي مش في السنتر هنا، لان عاده الناس ممكن يختلط عليها الامر ان هم يحطوا الكيرب ستون، يحطوا نقطه اللينك او نقطه السمبل بتاعتهم بتبقى هنا النقطه اللي فوق دي، معناها ان منسوب التصميم اللي عندي هيبقى منسوب طب الاسفلت. لو انا مفترض ان هو طب الاسفلت هيكون طب الكيرب ستون وبعدين يبتدي ينزل لتحت. في الحاله دي لا، احنا بنعمل اللينك اللي انتوا شايفينه ده، ده عباره عن لينك اوفست اهو، لينك ويدز اند سلوب، عرضه عرض نص الجزيره مثلا على سبيل المثال، وميله زيرو. ليه؟ لان هو كل ما هنالك انا مستخدمه فقط اللي انا هعمل ايه؟ اللي انا هنقل الشغل بتاعي او البروفايل بتاعي من نقطه السنتر هنا لحد نقطه الايدج بتاع الجزيره، بحيث ان دي نقطه الاسفلت بتاعتي يبتدي ايه؟ تتحول من هنا ماشي؟ ففي الحاله دي انا هبتدي اشوف مثلا الكوريدور اللي عندي ده، هبتدي ماشي فيه، عندي تقريبا تارجتس هنا، ادي تارجت هنا تمام. عندي زي ما انتم شايفين في خط تارجت هنا يمين وشمال تمام، ادي خط التارجت اللي معايا ده يمين وشمال. انا عايز اخفف شويه سوري كنترول واحد فيو اديت وشيلينج وشيلينج بيزك وخلاص. طيب ماشي خلاص، انا عندي هنا اهو ده خط تارجت موجود معايا وده خط تارجت موجود تاني، حلو، وعايز ابتدي اوسع الجزيره لان هو جزيره وسطيه. لو احنا بصينا انا عندي هنا جزيره عرضها كام، نبص هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم، عندي جزيره عرضها 6 متر حلو كده، ولكن الجزيره دي هتيجي في منطقه زي اللي هنا دي، والمنطقه دي توسع معايا من النقطه دي للنقطه دي كده مثلا، هتبقى الجزيرة عرضها كام؟ 12 متر. حلو؟ فأنا عايز أخلي الطريق رقم واحد يوسع بناءً على مين؟ على التفاصيل دي، يبقى أنا كده هديله تارجت توسعة. ماشي؟ وفي نفس الوقت هو عنده مين؟ الميول الجانبية بتاعته يمين وشمال. طبعًا ده خط خارجي يمين وخط خارجي شمال، هو هيوسع معايا، أنا مش محتاج الخط الخارجي، أنا محتاج بس الداخلي. دبل كليك مثلًا أهو. وده نفس الشيء دبل كليك ويز بوينت واحد. وهخلي لونهم، أستأذنكم لونهم أبيض مثلًا ولا حاجة، عشان باينين واضحين في الايه؟ في الرسم تمام. يبقى الخطين اللي هم الايه؟ اللي بالابيض اللي احنا شايفينهم دول، هم دول مين؟ هم دول اللي انا هشتغل عليهم اللي الشغل بتاعي، اللي هم الخطين الابيض دول، وعايز اوسع الجزيره على اساسه. طيب الجزيره عندي هنا عرضها كام؟ لو انا بصيت على اللينك ده وقلت له كنترول واحد، هو عرضه متر، ولكن انا مش ههتم بعرضه لان العرض كده كده هيتغير يوسع ويضيق بناء على مين؟ على التارجت اللي انا هختاره له، بناء على التارجت اللي انا ايه؟ اللي انا هختاره له. ففي الحاله دي هبتدي اقول له والله انا عايز اعدل التارجت بتاعي، بقول له ادي الكوريدور بتاعي، وبقول له اهم شيء ابتدي الاول الكوريدور بروبرتيز، بيختار الاسمبلي بتاعي صح ولا لا، هو الاسمبلي اللي هو السويل مفيش مشكله، يبقى كده مختاره صح. اقول له والله انا عايز اعدل التارجتس، فبيقول لي انهي تارجت. زي ما شايفين في حاجات كتير قوي، يفضل زي ما قلنا ان احنا نسمي كل حاجه. يبقى انا هرجع تاني سريعا على الاسمبلي بتاعي، هسمي دوت اللينك ده، اقول له ايه ميديان، او مش ميديا ممكن نقول ار تي، ادي ار تي داش ايلاند حلو كده، يبقى ار دي ايلاند تمام. والتاني اللي هو ال تي ايلاند، يبقى ده ال تي داش ايلاند، يبقى ده انا عرفت ان ده هيبقى عرض الجزيره من على اليمين وده عرض الجزيره من على ايه؟ من على الشمال تمام. وابتدي ارجع للكوريدور بتاعي، اختار الكوريدور واقول له والله ايتد تارجتس هنا، فهو هتلاقي ظهر معاك ار تي ايلاند وال تي ايلاند. فالار تي ايلاند هبتدي اختاره واقول له
سيلكت فروم دروينج، تمام، وتختار اهم حاجه تختار، بس انت تتاكد ان اتجاه الخط بتاعك، انا الاتجاه بتاعي ماشي من اليسار لليمين، يبقى ده الرايت سايد اللي تحت ده، هختار له الخط بتاعي وبقول له هنا اوكي. ماشي، هو شاف البولي لاين رقم واحد، وبعدين هنا هو طبعا بيدي المسميات بناء على الترتيب اللي انا بختاره، واحد واثنين وثلاثه وهكذا. هختار الخط بتاعي اللي هو ده وبقول له اوكي، تمام كده، ومبدئيا هقول له اوكي على هذا الوضع، وننتظر عليه لحظات. هيبتدي الطريق زي ما انت شفته، هو وسع شويه الطريق بتاعي. على سبيل المثال هنبتدي مثلا ناخد هنا قطاع، اقول له سيكشن اديتور، او زي ما انتم شايفين الطريق بتاعي لو انا بصيت على الجزيره بتاعتي هنا، دي في الانوتيت، وقلت له والله انا عايز اشوف عرض الجزيره هنا كام، فبختار له النقطه دي وبختار له النقطه دي، عندي عرض الجزيره 3 متر، رغم ان الاسمبلي بتاعي اللي انا رسمه بالفعل رسم هنا كام؟ رسم دي متر واحد بس، تمام كده، لو انا اخترتها من هنا لحد هنا انا راسمها متر بس، ولكن هو احترم التارجت اللي انا ايه؟ اللي انا عامله له. في حاله منطقه ما فيهاش تارجت هو مش هيوسع، هياخد نفس الرقم اللي موجود فين؟ اللي موجود هنا. طيب دي هنا عند الايه؟ عند الاستيشن اللي هي اللي احنا واقفين عندها دلوقتي، احنا عايزين حاجه استيشن تكون في منطقه التوسعه اللي هنا دي، عند الاستيشن مثلا 600. هبتدي ارجع للسكشن اديتور وبختار له من هنا، انا عند الاستيشن 600، تمام كده، اهي نبتدي نشوف عرض الجزيره بتاعتي هنا كام. تاكيدا الموضوع عرض الجزيره من هنا لحد هنا، عرض الجزيره كام؟ 6 متر يمين و6 شمال، يبقى كده ايه؟ وسع بالعرض، ايه؟ بالعرض اللي انا محتاجه. حلو، وتاكيدا برضو نشوف المناسيب اليمين والشمال مظبوطه معايا ولا لا. ابتدي اشوف، ادي هنا الطريق، الطريق طبعا عشان انا مش محدد له، المفروض بقى تحدد له سوبر، انا مش محدد له سوبر، ولكن لو بصينا هنلاقي ان هي اول حاره هنا، اخر الحاره عرضها سوري من سوبر 631 802، وهنا 631 802، يبقى نقل نفس المنسوب هنا، نفس المنسوب ايه؟ نفس المنسوب معايا هنا. طبعا عشان بس مش عامل له سوبر حاليا، بس المفروض نعمل له ايه؟ نعمل لهم سوبر، تمام. طيب ده كده عملنا توسعه لعرض الجزيره الوسطيه، ولكن دلوقتي زي ما انتم شايفين انا عايز اقفل الجزيره الوسطيه بحيث يبقى انا عندي لينك من فوق هنا، حلو كده، من اخر الكربستون من فوق ويوصل لاخر الكربستون من فوق الناحيه الثانيه، بحيث يبقى ايه؟ يعمل لي سطح طوب سليم. طيب ايه اللي انا عامله اساسا في الملف عشان على اساسه نكمل ايه؟ نكمل الشغل. لو انا جيت عندي هنا هنبص، انا عامل مين؟ انا عامل هنا اللي هي كربستون ده من بولي لاين، تمام، ومزود له سطح توب، سوري، كود توب على الثلاث اماكن دول، وكود بوتوم على اللي تحت هنا، نفس الشيء كود التوب على الثلاثه اللي فوق دول، وكود البوتوم اللي تحت هنا. ولو انا جيت بصيت للاسمبلي نفسها، انا قلت اسمبلي، قلت له اسمبلي بروبرتس، وقلت له كونستراكشن، اهم شيء بقى هنا الكونستراكشن، هو بيبني مين الاول وبيبني مين الثاني. هنا بنى الرايت سايد الاول وبعدين بنى مين الليفت سايد، لان انا مثلا عملت الرايت سايد ورحت عامل ميرور، على هذا الاساس الراجل هيبني الرايت سايد الاول وبعدين الليفت سايد. حلو كده. طيب هبتدي اعمل ايه؟ زي ما قلت المره اللي فاتت لو تفتكروا، احنا عملنا حاجه اسمها ماركت بوينت، وعملنا ماركت بوينت وعملنا لينك ليها، تمام. فانا هبتدي اعمل، اقول له والله انا عايز اعمل كنترول وثلاثه، لان كل ما هنالك ان انا عايز ايه؟ عايز اوصل ما بين النقطه دي والنقطه دي، فهحط ماركت بوينت هنا مثلا واقول له مين؟ واقول له اعمل لي لينك ليها. فبتدي هبتدي اقول على قلمه جينيريك وبقول له مارك بوينت، هيقول لي المسمى بتاعها ايه؟ فهسميه مثلا ايه؟ ايلاند ايدج، هنسميها كلمه ايدج عشان ايه؟ يبقى المسمى بسيط. كلمه ايدج، تمام كده، وهبتدي اختارها واحطها هنا. هنا بقى الفكره كلها في عمليه اختيار النقطه دي في الوقت، سوري، اختيارها على الكوريدور فين؟ هل احطها هنا ولا احطها هنا؟ هنا لازم تشوف انت مين اللي اتبنى الاول، الجنب اليمين ولا الجنب الشمال؟ لان ماركت بوينت بعدين انا هعمل لها لينك، اللينك ده هيبص على الماركت بوينت اللي اتبنت، يعني البرنامج زي ما احنا قلنا بيبني خطوات، اول حاجه بيعمل اللينك ده، وبعدين بيحط الحارات مثلا 1 2 3، وبعدين بيعمل الكربستون ده، وبعدين بيعمل مثلا الميول الجانبيه، وبعدين يبتدي ينتقل يعمل نفس الخطوات دي على اليسار. عرفت منين؟ لما انا ضغطت هنا وقلت له الايه؟ عشان نرجع لها معلش تاني، هضغط هنا واقول له اسمبلي بروبرتس، واجي على قائمه الكونستراكشن، هو بان لي الراجل قال لي عملت لك الاول اللينك بتاع الجزيره، وبعدين عملت لك الثلاث حارات اهم، الحاره الاولى الثانيه الثالثه، وبعدين الكربستون اللي انت عامله على الرايت سايد هنا، وبعدين السلوب اللي في الاخر خالص اللي هو اللينك اللي في الاخر خالص، وبعدين الديلايت ده كله بنى على اليمين، وبعدين هرجع بناهم تاني على مين؟ على الشمال. طيب انا دلوقتي هحط ماركت بوينت، هحطها فين؟ هحطها يمين ولا احطها شمال؟
اهم شيء لما بعمل ماركت بوينت وبعدين بعمل لينك يبص عليها، يبقى لازم تكون الماركت بوينت اوريدي اترسمت في الرسم. فعلى سبيل المثال لو انا حطيتها هنا على الليفت سايد وجيت عملت اللينك هنا على الرايت سايد، يبقى كده اللينك هيتبني الاول، والمفروض اللينك ده بيتبنى ويبص على النقطه، فهو لما اتبنى ما شافش النقطه فهيطلع لك كله ايرورز. هيطلع مين؟ هيطلع الايرورز بتاعتك. فلازم ساعتها لا تاخد بالك، بنيت مين الاول؟ بنيت اليمين الاول، يبقى تحط الماركت بوينت مع اليمين. بنيت الشمال، يبقى تحط الماركت بوينت مع مين؟ مع الشمال. يبقى في الحاله دي انا هحطها على اليمين، هسميها ايدج هنا تمام، وهحطها على اليمين. ليه؟ لان هنشوف كده مع بعض اهو. لو انا جيت بقى في الاسمبلي بروبرتيز بتاعتي وبصيت هنا، الراجل بناهولي وفي الاخر خالص عمل لي الماركت بوينت. يبقى الماركت بوينت اتبنت الاول او ظهرت على الرسم الاول، وبعدين هبتدي اقول له والله انا عايز اعمل لينك تو ماركت بوينت. هو بيقول لي اللينك بتاعك ده يشتغل توب وبوتوم، ولا انت عايزه توب بس او بوتوم بس؟ في الحاله دي انا عايزه توب وبوتوم، وعايزه يبص على النقطه اللي اسمها ايدج، اللي هي نفس النقطه بتاعتنا اللي انا اخترتها وهحطه فين؟ هحطه هنا. طبعا زي ما احنا قلنا الشكل اللي موجود قدام منك، زي ما انتم شايفين في خط هنا كده، الشكل اللي موجود قدام منك ده ما بتقلقش منه، كده كده بيتظبط فين؟ في الكوريدور بتاعك او في الكوريدور بتاعك تمام. لو انا جيت بصيت دلوقتي على الترتيب بتاع البناء، انا عندي هنا الماركت بوينت اتبنت، وبعدين الراجل لما هيخلص هيبص مين؟ على اللينك اللي لينك تو ماركت بوينت. حتى ممكن نسميه بدل ما هو اسمه لينك تو ماركت بوينت نسميه ايلاند، سوري توب ايلاند. ايه؟ ايلاند توب تمام كده. يبقى عشان ده يبقى خط الايه؟ توب بتاع الايلاند تمام. هنبتدي قبل ما نعمل كوريدور هنبتدي نستاذن، وصلنا نعمل ريبيلد، هنختار كده قطاع. طبعا دايما تبقوا انتوا على الشمال فاتحين حاجتين، فاتحين الكوريدور وفاتحين الاسطح، دايما على الشمال هنا فاتحين اثنين عشان لو حصل اي تغير فيهم تبقى انت شايفه مباشره. حتى الان هو الراجل ما بناش زي ما انتوا شايفين، ما عمليش هنا الخط العلوي. حلو، ليه؟ لان ما عملتش ريبيلد للكوريدور. مجرد هعمل كليك يمين واقول له ريبيلد، نشوف مع بعض هنا اللي هيحصل التغير. منتظر لحظات اهو، بنى لي خط من التوب اللي موجود هنا لحد التوب اللي موجود هنا. ولكن لو انا كنت حطيت الماركت بوينت على الشمال وحطيت اللينك على اليمين كان هيطلع لي ايرور مباشره، لان هو الفكره كلها ان الايرور لما اتعمل ما شافش مين؟ ما شافش النقطه، سوري اللينك لما اتعمل ما شافش النقطه، فعلى هذا الاساس بيطلع لي ايرور. طيب دلوقتي الخط ده هل ليه لازمه ولا لا؟ اللي هو الخط اللي وصلني من السنتر لاين اللي هو عرض الجزيره، هل ليه لازمه ان انا اشوفه على القطاع ولا لا؟ في الحاله دي ما لهش لازمه، لان هو كل ما هنالك هو عمل لي عرض الجزيره ووصل لي المنسوب، ولكن هو فعليا مش موجود معايا في القطاع. القطاع موجود معايا المفروض مين؟ لو قطاع تصميمي زي كده مفيش خط واصل هنا، صح كده؟ يبقى خلاص في الحاله دي لا. فبعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها الاوميت لينك. يعني ايه الاوميت؟ يعني الغوه لي من على الرسم كشكلا، والغوه لي من على القطاعات اللي هنا. ادينا شايفين هو الخط السفلي اللي تحت هو نفس الخط ده والخط ده، عملت كنترول واحد تمام. لو اخترناهم حتى بالمسمى هتلاقي ده اسمه اللي هو ار تي ايلاند وال تي ايلاند، هنختار الاثنين ونيجي اختيار تحت خالص هنا ونقول له ايه؟ اوميت لينك. فبقول له هنا ايه؟ يس. فبيتلغى لي من على الرسم، وفي نفس الوقت الكوريدور بيقول لي حصل تغيير. تعمل كليك يمين وتقول له ريبيلد، تبتدي تشوف هنا هيختفي مباشره من عندنا من على ايه؟ من على الرسم. يبقى كده البرنامج عمل لي الشكل بتاعي مظبوط، وفي نفس الوقت شال لي الخط اللي ملهوش ايه؟ ملهوش قيمه حاليا موجود معايا، ولكن هو فعليا موجود، شايفين النقطه بتاعته هي موجوده، ولكن هو مش هيبنيه لك في الايه؟ في القطاع. طيب انا كده عملت القطاعات بتاعتي وتاكدت ان الامور تمام. لو حبينا حتى ممكن تضيف الايه؟ النيور سوري الاسلوبات، كنترول واحد عشان عاملين ده وعاملينه من غير سوبر، فنعمل له سوبر رايت اوتسايد لين، وعندي دول ماشي سوري ليفت اوتسايد لين عشان برضه تبقى الحاجه كلها ايه؟ ليفت اوتسايد لين اول واحده تمام. واقول له برضه ريبيلد الكوردور، نبتدي نشوف هنا حتى نغير سيكشن اديتور بسم الله. اتمنى تكونوا المستمتعين بالشرح لحد دلوقتي ما كنتش تقلت عليكم، سامحونا. بنعمل كليك يمين وبنقول له ريبيلد اهو، زي ما انتم شايفين مباشره الراجل عدل لي مين؟ عدل لي الميول بتاعتي. وفي نفس الوقت عشان نتاكد نقطه الاسفلت هل هي اليمين نفس الشمال، انا هناخد خط افقي تماما اهو. حلو، زي ما انتم شايفين نقطه اللينك اهو نفس نقطه الاسفلت هنا، نفس مين؟ نفس نقطة الأسفلت. مين؟ الأسفلت اللي هنا عندي مباشرة، والجزيرة جاية مثلا بشكل إيه؟ بشكل أفقي معايا هنا، تمام كده؟ والطريق بعد كده أخد 4% هنا و4% الناحية التانية، تمام. يبقى أنا كده الطريق بتاعي زي الفل تمام. محتاج بقى أعمل إيه؟ محتاج أعمل سطح.
محتاج اعمل سطح. نبتدي نشوف بقى الاسطح في برنامج الايه السيفل في الحاله دي. انا هاجي هنا، خلينا نفس القطاعات باينه معايا كده عشان نبتدي نشوفها. انا هختار الكوريدور وهبتدي اقول له انا عايز اعمل كوريدور سيرفيس، تمام. اقول له انا عايز اعمل سطح مين؟ سطح توب. خلينا في سطح توب الاول، اقول له هنا توب، تمام. وباخد اللينك التوب، وخلينا من اوفر هانج كوركشن دلوقتي، وخلينا برضه من الباوندرز عشان نشرحها بالتفصيل، واقول له اوكي، وبقول له ريبيلد للكوريدور. فالراجل عمل لي كوريدور، اهلا وسهلا. نشوف مع بعض اول المشاكل اهي. السطح بتاعنا لو انا ضغطت عليه وقلت له اوبجكت فيور، وقلت له كونسبشوال، او زي ما انتم شايفين البرنامج اخد من النقطه دي وعمل مثلثات زياده. المثلثات دي بره حدود الطريق خالص، لان اخر الميل الجانبي اهي الخط اللي تحت ده كده. طب ايه الخطوط دي؟ عباره عن مثلثات زياده. طب ازاي انا اقول للبرنامج ما تاخدش المثلثات الزياده دي؟ حاجه بسيطه جدا، احنا لما بنعمل السطح بتاع الكوريدور، ادي الكوريدور سيرفيس، تمام، بيجي حاجه هنا اسمها باوندريز اللي هي حدود. في العادي بتضغط هنا وبتيجي اكيد تعمل كليك يمين، فعندك كذا نوع. عندك حاجه اسمها اد اوتوماتيكلي انتر اكتف فروم بوليجون، سوري، او الاشهر او الاكثر استخداما اللي هي كوريدور اكستند از اوتر باوندر. يعني ايه؟ يعني كوريدور اكستندز اللي هي امتدادات الكوريدور از اوتر باوندري، يعني الحدود الخارجيه امتدادات الكوريدور هي دي الاوتر باوندري بتاعتك. يعني النقطه اللي انت نقطه الميل الجانبي لما تلاقى مع الارض دي كده اخر نقطه للكوريدور، مظبوط، هي دي الحد بتاعك، ما تزودش عنه. مجرد ما بضغط له بقول له اد اللي هي كوريدور اكستندز از اوتر باوندري، يعني حدود خارجيه، مجرد ما بقول له اوكي بيعمل ريبيلد، ونشوف كده السطح مباشره. السطح بتاعي المثلثات الزياده اتشالت، وفي نفس الوقت لو انا ضغطت عليه وقلت له اوبجكت فيور، هنلاقي ان هو واقف فين؟ لحد فقط الميول الجانبيه. طبعا هنا كان في ديتش، عمل لي ديتش زي ما احنا شايفين هنا كده، ولكن هنا حد الميول الجانبيه واقف معايا، ما زودش ايه؟ ما زودش عنها. يبقى ده كده اول نوع من انواع الحدود، اللي هي مين؟ الحدود بتاعت السطح بتاع مين؟ بتاع الكوريدور نفسه. بنيجي الكوريدور اكستندز، وبنيجي نقول له ايه؟ بناء على الباوندري، سوري، ليك يمين، وبتقول له اكستندز از اوتر باوندري. طيب ايه الاوبشن تاني اللي ممكن نشوفه؟ نيجي في الزوم، نعمل شويه زوم كده ونشوف القطاع بتاعنا عمل ايه. زي ما انتم شايفين القطاع بتاعي ماشي حلو زي الفل هنا مع سطح التوب، هنا التوب تمام، ولكن هنا جه خلف معايا. هنا ليه خلف معايا بقى؟ انا عندي هنا حاره المفروض يمشي مع خط الحاره اللي هو ده، ماشي كده، هنصغر بس دي شويه كده، المفروض يمشي مع خط الحاره، ولكن هنا مباشره هو اخذ من الحاره وطلع مين؟ طلع على النقطه بتاعت الكربستون اللي فوق، رغم ان انا عاطيله ان ده توب، الكود ده توب اللي هو الرأسي ده، والكود ده والكود ده، ولكن البرنامج تجاهل ده ومشي. طب هيعمل كده في سطح البوتوم؟ نبتدي نشوف كده. هعمل سطح بوتوم، مش انا مصغر الشاشه بس يعني انتم مدركين الموقف. ادي سطح بوتوم، تمام، بوتوم، تمام، واقول له والله انا عايز الديتا، وبقول له اد، نفس الشيء ضيفه لي الحدود الخارجيه بتاعت الايه؟ الكوريدور كاوتر باوندري، وبقول له اوكي وريبيلد، تمام. نشوف كده، اوب، ادي سطح مين؟ سطح البوتوم. شايفين سطح البوتوم بقى حصل له ايه؟ يعني هو في الاول كان ماشي اوكي، لا برضه ما كانش ماشي اوكي، زي ما انتم شايفين مشى كده اللي هو الخط الاحمر ده، وبعدين كسر نزل هنا، وبعدين فضل ماشي كده، وبعدين طلع تاني فوق، وبعدين عمل لي التغيرات الغريبه اللي هو شايفها دي. ده كله راجع لحاجه واحده اللي هي ايه؟ ان الخطوط في البرنامج، الخطوط دي بتبقى شبه راسيه او راسيه، ولكن البرنامج نفسه بيقدر يتعامل معاها في حاله لو هي كوريدور، او في حاله لو هي اسطح عاديه بيتعامل معاها من خلال البريك لاينز. اما هنا هو بيتعامل معاها من خلال حاجه اسمها الاوفر هانج كوركشنز. ايه هي الاوفر هانج كوركشنز دي؟ بتيجي منين؟ بنضغط على الكوريدور بتاعنا وبنيجي على السطح. اثناء عمل السطح انا اخترت له من هنا، قلت له انا عايز مين؟ اللينكات اللي اسمها توب. فبقول له هنا اد از بريك لاينز، زائد هنا حاجه اسمها اوفر هانج كوركشن. عندي نوعين، توب وبوتوم. في حاله التوب بتختار التوب، في حاله البوتوم تختار البوتوم. ففي الحاله دي انا هسيب التوب زي ما هو واختار في البوتوم، عشان البوتوم هو الاكثر تضررا مثلا على سبيل المثال. هو المفروض احنا نعملها في الاثنين طبعا. مجرد ما بقول له اوكي وبقول له ريبيلد ونبتدي نشوف القطاع بتاعنا، ادي مباشره زي ما انتم شايفين خط فين؟ ادي خط البوتوم اهو، شايفينه؟ نجيبه من الاول خالص اهو، مشى مع الحدود بتاعتي مظبوطه، ونزل هنا راسي وماشي وتمام، وبعدين طلع هنا بشكل راسي زي ما انتم شايفين، وبعدين مشى بشكل افقي لان انا محدد الخط ده عباره عن بوتوم في السب اسمبلي بتاعي، وبعدين طلع راسي هنا. طب يا جماعه انا عندي هنا المنطقه دي،
هيحسبها ازاي؟ لا، البرنامج ما بيحسبش المنطقه دي. يعني ايه ما بيحسبش المنطقه دي؟ نشوف مع بعض كده. انا هرسم خط اقول له بولي لاين بي ال مثلا، او خلينا هنبص عليها في حته ثانيه. طيب هستاذنكم نبص عليها في حته ثانيه. وبعدين نفس الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين، خط الداتا او خط البوتوم اهو ماشي زي الفل. ايه تمام. يبقى خط التوب انا محتاج مين؟ محتاج بس ان انا اعمل له اوفر هانج كوركشن. انا غالبا عملت له اوفر هانج كوركشن ان هو اتصلح بالفعل. طبعا انا عملت له اوريدي اوفر هانج كوركشن عشان هو اتصلح خلاص توب، وبقول له اد از بريك لاين، وبقول له كي ريبيلد. فكده سطح التوب مشي معايا تمام، وسطح البوتوم مشي معايا ايه؟ مشي معايا تمام. يبقى اهم شيء نعمل الاوفر هانج كوركشن دي عشان نصلح ايه؟ عشان نصلح المشاكل اللي بتيجي في مناطق مين؟ مناطق الفيرتيكال زي كده. طيب ايه هي فكره بقى ان السطح ما بياخدش كل ال واحده سكشن اديتور، بقول له اوكي. شكل السطح البوتوم بيجي ازاي في البرنامج؟ يعني نجيب بقى القطاع اللي كان العجيب بتاعنا ده، القطاع ده حلو كده. حتى انا عملت سطح بوتوم هنا، البرنامج هيشوف سطح البوتوم بالشكل التالي. ادي الخط ده من هنا ويوصل لحد السنتر لاين مثلا هنا، وبعدين يوصل لحد النقطه دي، وبعدين يمشي كده كده مثلا كده كده تمام. دبل كليك ويدز بوينت 1 اهو. زي ما انتم شايفين البرنامج هياخد السطح بتاعي بنفس الشكل ده. ده سطح البوتوم بتاعي، سطح البوتوم بتاعي تمام كده. طب لو ما فيش الحاره اللي تحت، هستاذنكم هنشيل الحاره اللي تحت الغريبه دي بتاعت وزاره الداخليه، وزاره الوزاره الجديده ماشي. هنا انا عندي هيبقى سطح البوتوم مثلا هيبتدي ياخد مثلا من النقطه دي، وبعدين يوصل للنقطه دي حلو، وبعدين يمشي لحد النقطه دي. وبعدين المفروض البرنامج يعمل ايه؟ المفروض البرنامج والله يبتدي بقى ايه، لان انا عندي المنطقه دي منطقه مين؟ منطقه رد حلو. فيبتدي بقى يمشي مع الحارات مظبوط كده، المفروض يمشي لي كده على سبيل المثال، وبعدين يمشي لغايه منطقه السنتر ويكمل لغايه هناك. يعني لو عملنا دبل كليك هنا وانتر بوينت بوينت 01 او بوينت بوينت 1 اهو، المفروض يمشي لي كده. يبقى ماشي مع مين؟ مع الحارات، زيه زي مين؟ برنامج الله يهديهم ويهدينا، برنامج الايرث وورك، المفروض بيمشي كده. ولكن فعليا ما ينفعش كده. فالبرنامج برنامج السيفن ما بيقبلش المنظر ده. برنامج السيفن مباشره يا باشا بيعمل ايه؟ بياخد لغايه اخر نقطه معرفه بالنسبه له، اللي هي النقطه مين؟ معلش اهي، اللي هي النقطه دي تمام، ويبتدي بيتجاهل تماما المناطق دي. زي ما انا بعمل كده كانسل، زي ما انتم شايفين كانسل النقطه دي، ريموف ودي ريموف، ومباشره بيطلع بشكل راسي هنا كده اهو. بيبقى الشكل عامل كده 0.02 مثلا اهو. البرنامج بيعمل كده ليه؟ لان فعليا انت لما تيجي تنفذ بتنفذ كده، وبعدين فراد ميردن زي ما انت عاوز. ولكن دلوقتي انت بتقول لي احسب قطع، فالقطع بيحسب هنا كده، والردم ده بيجي طبقات. طب المنطقه اللي في النص دي موقفها ايه؟ لا، المنطقه دي مش هتتحسب. عايز تحسبها حاجه من اثنين، يا اما يدوي بعيد عنك، يا اما سب اسمبلي كومبوزر مباشره. عشان كده احنا قلنا في الحالات اللي بيبقى فيها اشكال زي كده بتضطر ان انت تروح للسب اسمبلي كومبوزر. غير كده لا، بيطلع بشكل راسي. يبقى البرنامج مش هيشوف التداخل، لان البرنامج ما بيعملش تكويف في السطح. تخيل لو انت مثلا على سبيل المثال ان هي كانت جايه ميل واحد، على سبيل المثال جايه كده، فالبرنامج بالنسبه له ده لو انا عملت شفت سطح البوتوم دلوقتي، المفروض سطح البوتوم يبقى ايه؟ جاي في تجويف هنا كده. لا، البرنامج ما بيعملش تجويفات، البرنامج ما بيعملش تجويف. فالبرنامج بيجي بشكل شبه راسي، يعني سوري، البرنامج الراسي اللي هنا كده اهو، بياخد كده ويطلع كده مباشره. ولما بيجي هنا، لما هيجي يكمل هنا، لو على سبيل المثال انا هاجي هنا، مش همشي بقى لغايه جوه وارجع تاني الكسرات دي كلها، لا، هيجي مثلا على سبيل المثال لحد ما يقارب دي كده، وبعدين ينزل هنا راسي اهو، وبعدين يكمل كده ماشي. يعني ايه؟ هيمشي بنفس نفس الفكره وهو رايح. ليه؟ لانه هو مش هينفع يخش لحد جوه يعمل شويه التجويفات دي، لان البرنامج ما بيعملش ايه؟ ما بيعملش تجويفات. فسطح البوتوم النهائي هيطلع لي بنفس مين؟ بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده تمام كده. ده سطح البوتوم. سطح التوب هيمشي لك مفيش مشكله مع الحدود التوب بتاعتك، بناء على مثلا انت ميل جانبي هنا، وبعدين هيوصل لحد هنا، وبعدين هنا، وبعدين فرضا هيوصل لهنا. طبعا هو مش هيمشي بقى مع الطبقات دي، لا، هيمشي لك مع خط الجزيره اللي هي ماشيه في النص، ويبتدي يكمل. يبقى ده كده سطح مين؟ سطح التوب بتاعك، وده سطح مين؟ سطح البوتوم بتاعك. يبقى دي كده عشان الاسطح في مين؟ في الكوريدور ماشي كده. يبقى احنا كده في الكوريدور غطينا مجموعه حاجات. لو بصينا عليهم تاني، لو جينا هنا في شاشه البروبرتيز بتاعتنا وقلنا له كوريدور بروبرتيز، عندي هنا في حاله لو الفريكونسيز والتارجتس تمام كده. في نفس الوقت غطينا عمليه السيرفيس اللي هي الاسطح سواء التوب او البوتوم، ووضحنا طبعا الاوفر هانج كوركشن دي للتصحيحات بتاعت مين؟ بتاعت
الكوريدور نفسه. تمام. سلوب باترنز دي لذيذه برضو نقول لكم عليها في حاله لو ثواني كده احنا ما عندناش هنا بس بتاع سلوب باترنز دي بتطلع لنا الباترن بتاعت الاسلوبات. نبص عليها كده عادي سلوب باترنز. حلو كده. احنا عايزين نختار فيتشر لاين الاخير اللي هو الحدود دي. فيتشر لاين واحد فيتشر لاين بس مش هنيجي في المثال ده، خلينا في المره الجايه اعمل لكم الستوب باترنز دي اللي هي شكل الخطوط المايله اللي بتبقى في جناب الطريق يمين وشمال. اجهز لكم مثال سريع ونعمل لكم عليها المره الجايه ان شاء الله. ايه هي بقى الكودز وايه هي الفيتشر لاينز؟ الفيتشر لاينز دي الخطوط الواصله ما بين كل نقطه والثانيه. يعني ايه؟ دلوقتي زي ما احنا قلنا ان البرنامج مثلا انا عندي هنا حاره، خلينا حتى في المثال البسيط اللي هنا. تمام كده. انا عندي الحاره دي نقطه الايه؟ لو بصينا في القطاع بتاعها النقطه دي اسمها الاي تي دبليو اللي هي نهايه الايه؟ نهايه مثلا الكيرب ستون بتاعي. حلو كده. او نهايه سوري للطريق. فهو بيوصل لينك ما بين النقطه دي ومثيلتها على الامتداد الطولي ومثيلتها وهكذا زي ما بصينا في الاور بروجكت فيور. استاذنكم عندي في ال 3 دي واير فريم اهو اللي هي مين؟ الخطوط الواصله ما بين النقطه كل نقطه ومثيلتها. انا عندي النقطه دي هنا اهي. حلو كده. في اختها في القطاع اللي بعده فهو وصل خط. فالخط ده عباره عن فيتشر لاين، وده اللي موجود فين؟ اللي موجود في القطاع اهو في الفيتشر لاينز. فبقول لك والله الفيتشر لاين انا عندي حاجه اسمها الاي تي دبليو لان هو بيوصل ما بين النقطه والنقطه. يبقى دي كده الخطوط. مثلا نقطه الكراون في خط اسمه فيتشر لاين كراون واصل ما بينهم، وده الستايل بتاعه. حلو كده. لو مش عايز تعمل له كونكت بتشيلها، يبقى ما بوصلهوش لبعض. كونكت هيرسمها لك فين؟ في الرسم. تمام كده. نفس الشيء السايد ووك الاي تي دبليو اللي هي كانت نقطه الايدج الاسفلت اليمين بيفضل يوصل ما بينهم كلهم فيتشر لاين. يبقى دي هنا الفيتشر لاينز بتاعت ايه؟ بتاعت الشغل بتاعي. زائد هنا الكودز اللي هي الاكواد بتاعت كل نقطه. طيب الكودز ده زي ما قلنا في حاجه اسمها الكود سيت ستايل. طبعا هو في فيديوين ثلاثه بتوع اخونا جيف بارتلز ربنا يهديه يعني عامل حاجات حلوه جدا عن الكود سيت بحيث يغير الالوان. لان بصوا مثلا على سبيل المثال انا هفتح لكم مشروع ثاني انا شغال عليه. ده هنا زي ما انتم شايفين الخطوط اللي هي ايه؟ الخطوط اللي ظاهره معانا دي ساعات مع الوقت بتتقل، وهنا مثلا ما بتبقاش زي ما احنا شايفين في معاناه ان احنا نشوف الخطوط بتاعتنا فين والتارجتس بتاعتنا فين وما الى ذلك. لكن لو احنا فتحنا حاجه بسيطه زي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسف خلينا بس نفتح كده. انا عايز اوريكم بس الكود مش هم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله واحد فين ديزاين كوريدور مثلا. بيفتح عشان ما نفجر شوية. نشوف مع بعض ده كده كوريدور. حلو كده. بس خطوط الكوريدور زي ما انتم شايفين انا عاملها ايه؟ عاملها لون رصاصي خفيف كده ومش مبين خطوط كتيره وبتاع، بحيث يبقى انا ابقى شايف سهل جدا ان انا اشوف التارجت بتاعي فين، اشوف الحدود بتاعتي فين وما الى ذلك. تمام. فدي الالوان دي ممكن انتم تغيروها. منين بقى بتتغير؟ ادي الكود بتاعك في حاجه اسمها هنا البروبرتس. تمام. وبتيجي على هو انا مختار الاول كودز. ساعتها لو انت اخترت له من هنا بتبتدي تعدل بقى الاكواد كل حاجه لونها ايه، عايز تظهر ايه ما تظهرش ايه وما الى ذلك. يعني هي دي الاستايلات بتاعتها والالوان بتاعتها وما الى ذلك. طبعا كانت شرحت ناس كتير شرحوها بس عشان ما ناخدش احنا فيها وقت، ولكن ممكن تعمل حاجه سهله وبسيطه زي كده بحيث انت ما تبينش. او ممكن تعملها بالالوان بحيث يبقى مثلا المنطقه دي لو اسفلت هياخد لون الاسفلت، كيرب ستون ياخد لون الكيرب ستون وهكذا. تمام. ده مثلا مثال على سبيل المثال كده طريق عندي زي كده مثلا. ادي كوريدور انا مجمع مجموعه طرق مع بعض. يعني مثلا طريق زي ده كده زي ما انتم شايفين الطريق ده انا مجمع معاه الطريق مثلا اللي على اليمين هنا والطريق اللي على اليمين هنا، او نفس الشيء حاجه زي كده اهو. انا مجمع عليه كذا طريق. لو دخلت وبصيت على البروبرتيز بتاعته هنلاقي البارامترز زي ما انتم شايفين كده نصغرهم اهو. كام عندي كام بيز لاين؟ عندي بيز لاينز كتير قوي. يعني يعتبر كل واحده من دول بيبقى ليها هوريزونتال خط الهوريزونتال بتاعها وليها الفيرتيكال بتاعها وتحت منها الريجنز بتاعتها. يعني لو فتحت هتلاقي مثلا ريجنز كتير زي ما انتم شايفين كده، كل واحد بريجنز الثانيه كتير وما الى ذلك. تمام. وعلى طول بيعملوا ايه؟ سينكرونايز مع بعضهم. انا شفتهم حتى مع بعض كده. لو قلت له اوبجكت فيور تمام، ولو جيت اهو ده كده شكلهم مع بعض مثلا، وقلت له كونسبشوال اهو ده كده ايه؟
شكل الكوريدور زي ما انتم شايفين، دي دول خطوط القطاعات بتاعتي، تمام كده. ادي كده كل خطوط القطاعات بتاعتي، زائد عندي لو انا بصيت على السطح بتاعهم، ادي سطح ده الرود 4 تقريبا، سلكت الرود 4 طب سلكت اهو، بس انا لسه ما كنتش مقفله تقريبا، اه ما كنتش مظبطه، ولكن الفكره ان هي صوره المفروض انا مظبطه والله. هو ممكن مش متظبط معانا، اه هو مش متظبط، انا متظبط في حته تانيه. طب ما فيش مشكله، ولكن قصدي ان هو سطح الطوب في الاخر هيطلع لك مين؟ هيطلع لك كل الايه الشغل بتاعك كله، ايه كله مره واحده. يعني مثلا المفروض هنا طبعا في مناطق فارغه في النص، وفي مناطق هنا هتتشال عشان انا مش عامل له كوريدور اكستندرز اوتر باوندري، فعشان طلع لي بايه؟ طلع لي بالشكل ده، تمام. ولكن هو الفكره كلها ان الكود سيت دي ممكن تتغير، وممكن يتعدل الوانها بحيث تريح العين اثناء الشغل، وفي نفس الوقت تبقى ايه اخف كتير معاك اثناء الايه اثناء الشغل. آه دي اللي هي خاصه بمين؟ لو رجعنا هنا تاني، معلش دخلنا هنا وقلنا له كوريدور بروبرتس، اللي هي خاصه بمين؟ بالكود. حلو كده، بتعدلها من هنا وبتبتدي تتغير معاك، وهنا بتقول له الكود سيت. اه في حاجه اخيره بس، في حاله لو انا دلوقتي عملت مثلا، انا دلوقتي كيرب ستون ده اللي انا عملته، حلو كيرب ستون ده انا عملت له طب وطب وطب مفيش مشكله. طب انا عايز استخرج نقطه معينه، على سبيل المثال انا عايز استخرج النقطه دي عشان ابتدي اوقعها في الموقع مثلا، حلو. لو انا اخترتها وقلت له اد كود، يبقى لازم النقطه دي عشان استخرجها لازم يكون لها كود، لازم يكون لها كود، فهسميها مثلا كود اتش 1. حلو كده، اتش 1، واختار له النقطه دي، ماشي. وفي النقطة المماثلة ليها هنا التانية دي، عشان اعمل ده لوحده وده لوحده، بقول له اد كود هسميها برضو اتش 1 او خليها اتش 2، اي كان ممكن تسميها بنفس الاسم او مسمى تاني مفيش مشكلة، وتضغط هنا، تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي وجيت وقلت له في الكودز بتاعتي، حلو كده، في البوينتس، ندور هنا مش هنلاقي ولا اتش 1 ولا اتش مين ولا اتش 2. ليه؟ لان هما البرنامج ما شافهمش. كل ما هنا لو تيجي تقول له ايديت، تقول له امبورت كود، تمام كده، لازم تقول له امبورت كود عشان البرنامج يقدر يشوفه، وبتختار له الاسمبلي اللي انت اخترت اللي انت غيرت فيه. في الحاله دي انا اخترت هنا، فهغير الاسمبلي ده وبقول له اوكي، فبيشوف لي كل الاكواد او كل النقاط الجديده. مجرد ما قلت له هنا اوكي، نبتدي نشوف في البوينتس هنا، هنلاقي ظاف لي بسم الله الرحمن الرحيم، ضفاش ضفها لي اتش 1 ومين واتش 2، ضاف لي الاتش 1 والاتش 2، تمام. بس هو ده في الكود سيت اللي اسمه بيزك، المفروض ده يبقى ابلاي ريبيلد عشان يظهر معايا هنا. اوكي، يبقى النقطه دي اتبنت معايا اوريدي في القطاع. لو انا ضغطت هنا تاني وقلت له اديني الكودز بتاعتي، المفروض تظهر معايا في الكودز هنا، اهي ظهرت معايا اتش 1 واتش مين واتش 2، ومعنى ان هي تظهر معايا هنا يبقى انا ممكن ابتدي استخرجها كاستخراج. لحد هنا احنا وصلنا في الكوريدور الى، يعني شرحنا تفاصيل الكوريدور بشكل عام. هو كان في ده المفروض فيديو كنت عملته قبل كده اسمه اكتر ثلاث مشاكل بتقابلنا في الكوريدور، دي هنخليها المره الجايه، واستخراج بيانات الكوريدور هنخليها برضه المره الجايه قبل ما نخش على القطاعات المره الجايه. دلوقتي احنا في المحاضره السابعه، عشان كان في ناس بتسال، احنا في المحاضره السابعه. فالمحاضره السابعه دي ان شاء الله في ثلاث محاضرات تانيين. المحاضره الجايه هنخش على القطاعات والكميات، ونبتدي شويه في البارسلز، وبعد كده نخش على النتورك في المحاضره اللي هي التاسعه في النتورك، نكمل بارسلز مع النتورك، والمحاضره العاشره هتكون عن الامتحان السيفل 3 دي. اللي عنده اسئله انا متاح بالنسبه لكم، تفضلوا. هجوم شكرا جزيلا باشمهندس هشام، العفو بك. الله يحفظك. لو حد عنده اي سؤال يا ريت يعمل ريز هاند. باشمهندس احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هندسه؟ الحمد لله بيه، علي صوتك شويه. جزاك الله خيرا يا هندسه. معلش الله يبارك لك يا رب. استفسار بسيط، بالنسبه للتعديل على الكوريدور، يعني انا مثلا لو عاوز اعدل في الكوريدور في الاستيشن زيرو، لانه هيربط مثلا على طريق رئيسي مايل ميل طولي مثلا بنسبه كبيره 5 6%، يعني فانا عاوز اغير استيشن ده بس لوحده، لكن الكوريدور خلاص بالنسبه لي الطريق كله مظبوط.
او عاوز اغير في ستيشن او اتنين في النص، وهل ده ليه علاقة بالرهاب؟ يعني الرهاب هو اللي بيحل القصة دي؟ لا بص، الرهاب ده موضوع تاني. بس انت قصدك تغير ايه؟ تغير مناسيب يعني؟ ايوه لا بص، هو المناسيب هترتبط بالبروفايل، انت لازم هتغير البروفايل عشان يغير لك مناسيب. يعني ما ينفعش ان انا اغير، انا ما هو تمام اوكي، ما هو ده بيبقى مرتبط بالسنتر لاين البروفايل. هو دلوقتي اه يعني انت دلوقتي كبروفايل بشكل عام، سواء هو في السنتر لاين او في الادجاز زي ما احنا عاملين كده دلوقتي، هو في جميع الحالات الكوريدور بياخد منسوبه من السنتر لاين. ممكن ساعتها انت بتعمل ايه؟ لو عندك منطقة واحدة بس عايز كله يمشي مع السنتر لاين او مناسيب البروفايل في معنى منطقة واحدة، ممكن تعمل سبليت للريجون هنا وتلغي الريجون ده وتعمله ككوريدور، سوري، بيز لاين تاني مع فيتشر لاين مثلا، او الاسهل ان انت تعدل في البروفايل. واخد بالك؟ دي حاجة. اما الرهاب ده مخصوص في عملية الكاشت. لو انت بتعمل كاشت للاسفلت وعايز تعدل، يعني مثلا انت عندك اسفلت قائم ورفعته، تمام. فالبرنامج بتديله البروفايلات بتاعت الطريق نفسه، البروفايل سنتر لاين، وتديله الميل اللي موجود، وتقول له ده السطح اللي موجود بتاع مين، بتاع الاسفلت اللي موجود. فهو بيحاول يظبط الميول الجانبية بحيث تماثل الى حد ما الميول الموجودة في الطبيعة، ويعمل لك كوريدور تاني فيه كيمياء، فيه مناسيب، سوري، فيه سمكات للكشت نفسها وللاسفلت اللي هيجي بعد كده. فالرهاب ده خاص بعملية الكشت، واخد تمام بالك؟ جدا. طب يا هندسه، يا ريت الرهاب بعد اذنك، لان انا عندي والله مشكله دي هو الرهاب محل. الدائري الرابع في مكتب ابعت لك طالما حضرتك اشتغلت ابعت فيه لك في الدائري الرابع، مش كده؟ لينك فيديوهين ثلاثه ليهم، لان انا صراحه انا ما اشتغلتوش، بس اتفرجت على الفيديوهات. بس مش انجلش بقى هندسه. لا انجلش والله. ما بص، اصل هي انت عارف المشكله بالظبط بالنسبه لي في الدائري الرابع اللي في مكه اللي عندنا هنا، ان في حوالي 2 كيلو بايظين، ومش هينفع ان احنا نزيل نعمل ازاله للقشط والاسفلت، مش هنعمل ازاله للاسفلت طب انت بالكامل، على الحل اللي ولكن عندك ايه؟ هيبقى قشط، هيبقى قشط وهيتعدل بالقشط، وسمكات الاسفلت هنا هياخد 7، هنا هياخد 10، هنا هياخد 5، هنا هنقشط 3، هنا هنقشط 5. فطبعا الموضوع يعني مش هينفع ان احنا نصمم، لان الطريق كله كمان مايل مره واحد ونص، مره اتنين، مره مقلوب، يعني بالظبط كده. فاعتقد ان الرهاب هو اللي هيحل القصه دي. يعني بص، هو الرهاب هيجيب لك، ما هو الرهاب بيسالك يقول لك والله انت عندك مثلا هتعمل الميل الاساسي كام؟ هتقول له واحد ونص، يقول لك طب التولرنس بتاع التغيير بتاعي كام؟ ممكن اخليه اتنين، واخد بالك؟ يعني هو هيقول لك هغيره لك من واحد ونص لاتنين، ماشي اوكي. يقول لك تقول له اوكي خلاص، يبقى مره هيبقى واحد، ومره واحد ونص، ومره اتنين، بناء على شكل الطبيعه اللي موجوده. طب بص، هو مبدئيا انا هبعت لك اسمه الان جيلبرت. الان جيلبرت، استنى تمام، هتفتح مفيش لك. مشاكل. بس يعني ايه، حضرتك ابعت اللينك مفيش مشاكل، بس يعني لو اهو بص، قلت انت معانا عندك واجب اهو تبقى الان تشرحه لنا مره، حتى لو مش في الجزء يعني اللي هو جيلبرت الرهاب، اعتقد ان هو ان 7 هيبقى 3 دي. مفيد يعني. يعني اي حاضر، بص، هو الان جيلبرت 7 3 دي، لو انت ضغطت عليه كده ماشي كده هتلاقي فيه، هو خاص اهو، ادي الرهاب كوريدور. تمام كده، هو شارح فيه فيديوهين ثلاثه، اه ثلاث فيديوهات اهو، اخر حاجه هو الرهاب كوريدور. اه انا كتبت الان جيلبرت 7 3 دي، نفس المسمى اللي ظهر قدام منك كده يظهر معاك، وراجل عامل ثلاث اربع فيديوهات حلوين يعني، خاصين بالرياب. والله لو انا فضيت صدقني، والله نفسي افضل عشان اعمل حاجات كتير، بس للاسف يعني انا ده انجاز اللي انا بعمل معاكم الدوره دي. والله انا الله بقالي تقريبا يعينك يا بتاع سنه هندسة، ما شرحتش حاجه، فسامحونا على الله التقصير. يعينك يا هندسة، احنا والله كفاية ان احنا بنسمع صوتك دايما يا هندسة. الله شكرا يبارك لك يا جدا. رب، تستر حبيبي. الاول ها بعدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حاج محمد. تسلم هندسة على المحاضرة القيمة ديت، الله يبارك لك. تسلم، ربنا يعزك يا رب. اتفضل. عندي سؤالين يا باشا لو سمحت. السؤال الأول بعد إذنك، بس لو تفتح اللوحة بتاعة الأسيمبلي اللي فيها الكروس سيكشن اللي حضرتك شرحته المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت زمان. أيوة ده اللي هو الكبير ده، ايوه بس ده هنا انا شلت، مش بتاع لا المرة اللي فاتت، شلت البلاي. اللي جنبه هندسة كروس ايوه سيكشن. ده. ده هندسة، لو أنا محتاج أدخل الداتا للإير سوورك ستيشن وأوفست وإليفيشن، وعايز تمام. أدخل نقاط الأرض الطبيعية، فأنا مثلا هاخد نقطة في السنتر، ونقطة عند حد الأسفلت اليمين، ونقطة عند لا لا الحد لا لا، الأمين، بص، انت بتتكلم عن ولا ارض طبيعيه؟ ارض طبيعيه؟ دخل له اي تمام. حاجه اللي متاحه بالنسبه لك. ايه؟ الارض ما هو طبيعيه الارث وورك، اي حاجه انت متاحه بالنسبه لك، ملهاش دعوه بالتصميم بتاعك هيبقى شكله ايه. هو ما كده كده انا هيرسم هو خط. هندسه، ما هو اصلا طريق قائم، هو هيتعمل له رفع منسوب مفيش بس، يعني مشكله، انا بقول هيتعمل لحضرتك بص، الداتا اللي هتطلع من عندك على سبيل المثال، اللي انت بترفع ايا كان، اللي بترفع جي بي اس بتوتال ستيشن، هو ما بترفعش على ستيشنات،
ارفع اللي ترفعه، وفي الاخر خالص انت بتدخل الايرث وورك، ما هو ده مشكلته، انت بتدخل له اللي انت عايزه. انت والله عايز تديله على اول الاسفلت براحتك، عايز تديله في نص الاسفلت براحتك، اتس اب تو يو. كده كده هو بياخد منك ايه في الاخر؟ بياخد منك اوفست وليفل. فالاوفست انت بتحدده له زي ما انت عاوز. انت بقى حبيت تديله عند متغيرات معينه، طلعها واديها له، واخد بالك؟ انا عارف اللاين عندي على الجزيره على بعد 7 متر في متغير، يبقى هديله عند السنتر، واديله عند 7 متر، واديله عند مثلا 10 متر و20 متر و30 متر وهكذا. طب انما في لازم الاخر خالص، اخلص في النقط ولا ممكن عند السنتر واول الاسفلت في الشمال ما انا بقول واوله لك في اليمين زي ما مثلا انت عاوز اديها له. انت عندك عادي يعني؟ تغيرات؟ مش اه. هل انت لازم. عندك تغير في الجزيره نفسها؟ في تغير، خده. ما فيش تغير، خلاص. اه يعني مش لازم اكثف نقاط الارض الطبيعيه لا لا قوي، لا 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 عادي لا يعني ممكن لا، زي مثلا. ما انت عاوز. هو في الاخر هيوصل ما بينهم بخطوط، طيب وهيحسب لك على، هندسه، هيحسب لك طب عليها. ينفع لما اجيب الليفل انا عملت مثلا، جبت النقاط جيت للمش جي بي اس، فانا عملت سطح وبعدين عملت مثلا في نقاط معينه مثلا، قلت له حط له نقطه على السيرفيس وهات لي الاليفيشن فروم سيرفيس، وخدته على الاكسل، بقى عندي ستيشن اوفست اليفيشن، تمام تمام، كده؟ حلو. تمام هندسه. طيب بالنسبه للسؤال الثاني، انا عندي طريقين، طريق رئيسي وطريق فرعي نازل عليه، الاثنين قائمين، حلو. فهو عشان انزل من الطريق الفرعي على الطريق الرئيسي عايز اعمل رامب ينزل عليه، بس الرامب مثلا ممكن في حدود 100 متر، فهندسة نظامه ايه الرامب؟ يعني الالايمنت مثلا بيتحط فين؟ اول حاجه الكروس بص، قبل سيكشن ما تبتدي بتاعه؟ تقول الالاينمنت بيتحط فين، اعمل بلان عادي كاد الربط ما بين هنا وبين هنا. يعني هو شكل الطريق هيبقى شكله ايه؟ يعني مثلا فرضا انت عندك تقاطع حرف تي مثلا على سبيل المثال، ايوه بالظبط، هو حرف تي بس ونازل بقى من الفرع على ايه، على الرئيس. حلو. مثلا فرضا يعني هو هيبقى حرف تي عامل كده مثلا، نيرست عامل كده، تمام. فهو هينزل بالشكل ده، ولا مثلا هينزل ويبقى كيرفو عامل كده مثلا، على سبيل المثال يعني هينزل عامل مثلا كده، واخد بالك؟ مثلا حلو. فانت بتشوف بقى، بتعمل الاول البلان بتاعك، بتعمل البلان بتاعك، بتعمل حسابك بقى ان هيبقى في حاره تسارع ولا لا، وفي مثلا هيبقى في كيرفات ومش عارف ايه. بتعمل البلان بتاعك، وبعدين بتشوف الخط الامثل، وهو غالبا بيبقى الخط المين، الخط الخارجي بتاعك. يعني مثلا الخط اللي هو ايه، ايدج الاسفلت بتاعك الخارجي اللي هنا ده، هو ده هيبقى مين؟ هيبقى السنتر لاين بتاع الرامب بتاعك. حلو. بحيث هو يبقى تحط، الخارجي ما احطش الداخلي. والله اتس اب تو يو، بس هي الخارجي يفضل، لان الخارجي هو ده اللي هيفضل مكمل معاك. اه تمام. حلو. او ممكن واجي تعمل، مثلا، او ممكن تعمل الداخلي يوصل معاك لحد هنا، تمام. وفي ال ومنطقه الحاره التسارع اللي هتعمل حاره، يبقى الحاره دي تاخد بالك بس منها، لان هي الفكره كلها ان ساعتها الكوريدور بتاع، لان لو انت عملت على الداخلي الكوريدور بتاعك هيقف لحد هنا بس، مش هيكمل تمام معاك. لكن لو عملت على الخارجي الكوريدور هيكمل معاك لحد الاخر. تمام طب والخط الهندسة يعني مثلا، هو في فوق كده بيربط على الطريق الفرعي، وتحت بيربط على الطريق الرئيسي اللي هو تمام، الالاينمنت مثلا، حلو. وبعد كده بعمل له البروفايل عادي للالاينمنت في المنطقة خلاص. دي. انت بص، انت عندك هنا طول ما انت ماشي هنا البروفايل بتاعك ما فيش اي مشكله، ولكن انت لما بتيجي تقرب من هنا من الاسفلت، انت عندك مثلا لسه الميل بتاعك انت في الاتجاه ده، اللي هي مثلا في الاتجاه ده، كنترول سوري ثلاثه، انت عندك في الاتجاه ده الميل. حلو. بعد كده ميل الطريق، انت هتحترم الميل الطريق. يعني مثلا هنا انت كنت جايب مثلا بميل، عشان جاي من كيرف، جايب ميل مثلا 3%، وفي حين ان الطريق 1.5، ففي ما عندك منطقه تغير لحد ما تربط انت على حد الاسفلت اللي هو مثلا على سبيل المثال كده مثلا، واخد بالك؟ تمام ماشي. يبقى انت هتمشي هنا بثلاثه، ولكن لازم تعمل حسابك ان انت في المنطقه دي بتاخد مثلا ايدج الاسفلت الاكزيستنج الموجود، وتاخده اوفست كبير، مثلا اوفست مثلا 10 متر مثلا على سبيل المثال، او اوفست 50 متر مثلا، يعني 50 متر بنسبه الميل بتاعتك اللي هو بتاعته اللي هي 1%، وتعمل دول سطح وتضيفه معاك فين في البروفايل، بحيث تظبط نفسك البروفايل بتاعك يبقى ماشي هنا مظبوط، بحيث ان الميل بتاعك الواحد ونص يتحقق معاك هنا، ما فيش مشكله، واخد بالك؟ ايوه ولما تمام تيجي تعمل تارجت، انت هنا ما عندكش تارجت، عندك هنا بس تارجت توسعه وتارجت ليفل على الخط ده. يبقى الخط ده لازم يكون معاك 3 دي بولي لاين اللي هو ايدج الاسفلت الاكزيستنج اللي موجود، ليه؟ هنا هياخد منسوبه من الطريق التصميمي، وهنا هياخد منسوبه من الطريق الاكزيستنج، يبقى رابط عليه ميله هنا 1.5، وهيرجع يظبط نفسه مثلا هنا ميله 3 مثلا، وهنا ميله 1.5 1.5، ويظبط معاه ما فيش مشكله. فساعتها طب يفضل ان الخط يتعمل لبره مش لجوه.
تمام. والاسمبلي هندسه هيبقى مثلا اسمبلي والقصاب اسمبلي في الناحيه اللي هي ايه طرف الشمال واحد، مثلا، طرف واحد يا طرف باشا، واحد. بس طرف واحد، تمام كأنك بتعمل تقاطع عادي. تمام في حاجه معينه بتشرح الحته بتاعه التقاطعات دي هندسه او في الرامبات؟ كتقاطع، في تقاطع اللي انا عملته مثلا قبل كده هو نفس الفكره، بس بدل ما انا كنت عامل تقاطع صغير تي حرف تي صغير، انت هتطوله شويه. اما الرامبات وما الى ذلك، ادخل على عبد الرحمن الباز محمد واحمد برعي. تمام. ماشي، تسلم، عندك ألف شكر، تسلم، ما على تحرمش. خير. الثاني مين معانا تاني؟ مين معانا تاني يا شباب؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عمر، اتفضل أيوه، إزي حضرتك يا باشمهندس؟ يا بيه. الحمد لله، والله تمام. جزاك الله كل خير. أنا والله متابع فيديوهاتك، ويعني الواحد بيستفاد من حضرتك جدا، وبيشرح للمسيحيين اللي معاه، فربنا يكرمك يعني. الله يعينك، الله أنا يعينك. بس في سؤال بس صغير كده تمام. حضرتك، الموضوع التارجت بوينت اللي حضرتك عملته، بس هو انا بس عايز اعرف الفكره بتاعته، يعني ايه الفكره منه؟ انا يعني ايه الاستفاده منه؟ هو هل مثلا موضوع ان انا اعمل لينك واللينك دي تبقى هي معمول من اللينك دي تارجت على البروفايل، ممكن يجيني عن موضوع البوينت تارجت ده ولا لا؟ لا تاني، بص، انت قصدك على التارجت ماركت بوينت دي، صح كده؟ الماركت بوينت، الماركت بوينت. ايه الفكره دلوقتي؟ لو الماركت بوينت دي مش موجوده، على سبيل المثال احنا هنلغيها دلوقتي اهو من القطاع بتاعك. حلو، اقول له ديليت. ماشي، وهعمل ريبيلد للكوريدور بتاعي، ريبيلد للكوريدور. تمام، وهنستاذنك نبص كده بصه سريعه على القطاع هيبقى عامل ازاي. لو انا اخترت هنا زي ما انت شايف القطاع اوريدي ما فيش حاجه في النص، يعني خط الاسامبلي اهو، خط سوري، خط القطاع واقف فين؟ واقف فين؟ لو انا ضغطت عليه وقلت له وريني كشكل قطاع سيكشن، تمام، هو هنا موصل سطح توب مع سطح توب، وصل ما بين هنا وما بين هنا. ولكن لو الاسطح دي مش موجوده، على سبيل المثال انا السطح ده هقفله. اي اوكي، هيتقفل معاك؟ لا مش هيتقفل معانا، مش هنعمل له ديليت. او بسم الله الرحمن الرحيم، الأسطح دي مش عايزينها. أي هيبقى القطاع بتاعك طالع بالشكل ده، الجزيرة مفتوحة من فوق مش مقفولة، واخد بالك؟ هي دلوقتي حتى لو أنت طلعت القطاعات دي عايز تطبعها تجي للشركة أيا كان، فكده ما عندكش حاجة أصلا أنت ما بين هنا وما بين هنا. قطاع مقفول، سوري، قطاع ما فيهوش بتاع، ما فيهوش طب، واخد بالك؟ فإحنا بنعملها بحيث يبقى يقفل لك المنطقة من هنا لهنا. او لو انت بتعملها استخدام معين زي ما احنا عملناها المره اللي فاتت، لان احنا عايزين نقفل ميل جانبي مع حاره، فقفلناها اللي هو الفيكس اللي هو سوري الماركت بوينت مع اللينك. ولكن انا عملته هنا ليه؟ عشان اقفل الشكل ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي، واخد بالك؟ وهو في جميع الحالات كسطح، لا هو السطح، الراجل لما انا قلت له توب هو بيعمل ايه؟ بيشوف نقطه التوب اللي هنا، حلو، ويشوف اقرب نقطه توب بعدين فين؟ هنا. خلاص راح وصل عليها، ما كانش محتاجها هو عشان يعمل التوب، ولكن احنا عملناها عشان يقفل الشكل بتاعك يبقى الشكل مظبوط. طب هل يا هندسه لو عملت مثلا لينك، اللي هو اللينك اللي هو سلوب اند ويتس ده، ووصلته وعملت فيه موضوع ان انا مثلا اتارجت بروفايل واعمله في الاخر كوميت، عشان برضه يدي اول نقطه في ال يدي اول نقطه المنسوب بتاع البروفايل، يغني عن الموضوع ده ولا ما لا، يغنيش؟ لان هي اللينك ساعتها اللينك اوفست ده هياخد لك في جنب واحد مش في الطرفين، تمام، يبقى في طرف واحد مش طرفين. يعني مثلا انت عملت له هنا، هتقول له التارجت بتاعك في جميع الحالات، لو انت لو الجزيره اصلا لينك، لو اللينك ويدز اند سلوب، هتدي له عرض مثلا 3 متر، طب الجزيره بتوسع هيبقى 6 متر، خلاص انا ممكن ادي له مين؟ هدي له تارجت، فساعتها هتعمل له تارجت على اليمين وتارجت على الشمال عشان يبتدي يروح اه يمين، بالظبط. واخد بالك؟ حتى لو الجزيره، فكره لو الجزيره على اليمين غير على الشمال، انت كده بتتوه نفسك اكتر. ولكن هو الماركت بوينت مهما هتروح همسكك، اللي هو رحت على بعد 5 متر او بعد 20 متر انا كده كده رايح الحم معاك، واخد بالك؟ كده اللي حملك تمام اليمين على الشمال على طول. تمام جزاك الله كل خير، جزاك الله تسلم كل خير. تسلم يا وبس في بس برضو تعليق على الباشمهندس اللي اتكلم في الاول على موضوع الاسفلت اللي بسمكات مختلفه، فهو كقشط هو برضو ايه، كانت حاجه بتقابلنا بس في شغل المطارات، احنا كان بيتعمل تصميم للطريق تمام، بس كنا بنقشط بوايرات،
بص والله انا لسه عامل تصميم من كام يوم برضو كده في مطار هنا، ونفس الفكره انا عملت له طبعا بروفايل، يعني رفعنا الاسبلت اللي موجود، بالظبط وعملت بالظبط جريدنج بلان، وعملت سلوب بلان بحيث اعرف الاسلوبات انا ماشي عامله ازاي وبتاع. بس برضو يعني عمليه ده كده اللي هو ايه بالطريقه الادويه، لكن لو انت عندك طريق طويل والدنيا بتفرق، لا بتعمل فرق كبير. يعني حتى المره الجايه ابقى اجيب لكم الصوره كده شكل السلوب بلان اللي انا عملتها، يعني اللي ايه اللي كان تاكسي واي حاجه زي كده يعني. فنفس الشيء انا عملتها، بالظبط ما عملتهاش صراحه بالرهاب كوريدور، ولكن عملتها بالبتاع ده اللي هو يعني. بس انا كان عندي ميول مختلفه في نفس الطريق، ميول مختلفه مرتين، يعني نص واخد ميل ونص تاني تكملته واخد ميل تاني، فعشان كده اضطريت انا اعمله كده. اما الرهاب لا، لو انت عندك طريق واحد ومكمل بيدي لك فرق اسلوبات، تدي له اسلوب والله يبتدي من 1% لغايه 2% وهو بيظبط نفسه. يعني شبه، مش شبه يعني، ترقيع للطريق نفسه، تصليح بأقل ماتيريال ممكن، صح بالظبط كده؟ كده. اه يعني انا عن نفسي عملت برؤيه، اخدت رفع التصميم اللي موجود، سوري رفع الارض الطبيعي اللي موجود، وعملت تصميم شبه اللي موجود، فرق مثلا بتاع سنتي او نص سنتي بالظبط او حاجه، هو ده ورحت المتعارف عليه، عشان كده انا بالظبط. بسأل يعني الكوريدور ده كان بيعمل ايه، فاول مرة صراحة اسمع المصطلح ده دلوقتي، اه لا، هو فانا كده الريهاب كوريدور هتلاقي هنا كده، اللي هو الكوريدور هتلاقي حاجه اسمها ريهاب كوريدور. نبص عليه. ماشي، جزاك الله كل ماشي، خير يا العفو يا هندسة، باشا، ربنا تحت يكرمك، امرك، ما يحرمناش منك ابدا يا رب، ربنا يديك تحت الصحة امرك. بارك في عمرك. شكرا شكرا، العفو. مع السلامة. معلش سريعا، في واحد اللي هو مصطفى كامل بيقول على حساب التشوينات عايزك العبها عن طريق البرنامج، هتلاقي درس رقم 18 في حساب كميات الحفر والردم، شارح ازاي تحسب كميات التشوينات، برضه ممكن اشرحها في الكميات المره الجايه، ولكن انت عايزها سريعا هتلاقيها حساب كميات الحفر والردم مع الدوره عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هي دوره حساب كميات الحفر السلام والردم. عليكم ورحمة الله ثواني يا وبركاته. عم هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، درس رقم 18 اهو، حساب كميات التشوينات. انا ان شاء الله ده اللي هيفيدك يا اخ مصطفى. اي كميات التشوينات زي كده مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، اي تشوينات زي كده هتلاقي مشروع درس رقم 18 في دورة حساب كميات الحفر والرد. طيب مين معانا تاني؟ حد معانا؟ عبد الرحيم تقريبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت مدير، يعني ان شاء الله لو الجزيرة الوسطية دي اه هتضم زي الشكل اللي انا باعت صورة على العامة دلوقتي، هتضم مثلا لانها توصل انها تبقى زيرو، يعني زي اللي بيكون انترلوك في نص الطريق وكده يعني. ثواني كده عشان اشوف الجزيرة بس، انا سوري البتاع اللي انت بعتها دي صورة ديسك توب. اه لحظة واحدة، ديسك توب الصورة. اه صورة كده نفتحها للناس. آه طيب هتضم ايه معلش؟ ان الجزيرة الوسطية زي ما حضرتك شايف كده انها هتضم في حتة هتبقى صفر يعني. اه تمام. اه بص زي الحتة اللي فيها صفر دي كان في اختلاف ما بيني وبين اخوك محمد عليها، ليه بقى يا سيدي؟ دلوقتي الميول الجانبيه، دلوقتي لو احنا قلنا ان عرض الجزيره مثلا 3 متر يمين و3 متر شمال، واحنا قلنا ان احنا نقلنا المنسوب من السنتر لحد الايدج بحيث ان حد الاسفلت هنا هو دي نقطه البروفايل بتاعتي، مظبوط؟ الطريق لو جه لم في الطريقه في المنطقه دي، كل ما هنالك انت عندك هنا ده تارجت، هتعمل تارجت للجزيره بتاعتك لحد الريجون هنا، ولكن المشكله بقى كلها ان نقطه البروفايل بتاعتك بتتغير من هنا، بتتحول تبقى فين؟ تحول تبقى هنا. معنى ذلك ان عرض الطريق اللي تحت هنا هتلاقي ان المنسوب في المنطقه دي ما بقاش زي المنسوب في المنطقه دي، وهنا بيحصل لك الغلط. فهو يفضل ان انت عندك هنا بتعمل الطريق زي ما انت، هو بتاخد نفس العرض اللي موجود هنا الستاندر مثلا اللي هو العرض 3 متر، وبتكمل بيه لحد 3 متر اللي بيقابلها الناحيه الثانيه، والمنطقه دي بتاخدها حاره ثانيه داخليه اللي هي تيبر ويز ميديان. حتى محمد اخوك شرحها دي تقريبا، محمد عبد العظيم هتلاقيه شرحها الجزئيه دي، هتعملها تيبر ويز ميديان، يعني مش الحاره دي هي اللي هتقل، يعني مش الجزيره هنا اللي هتقل. انا هحاول حتى اعمل مش لكم طبعا المثال ده الجزيرة. المره الجايه. تبر وزمدين. اه تيبر ويز ميديان عشان الحاره تروح معاك في الاتجاه العكسي، واخد بالك؟ الحاره تروح معاك في الاتجاه العكسي، حتى لو عدت السنتر لاين ساعتها مش هتبقى فيه مشكله، حتى لو الحاره بتاعتك عدت السنتر لاين بتاعتك ما فيش مشكله. ليه؟ لان هو هياخد الحاره يبتدي من هنا، يبقى نقطه البي جي اللي تحافظ عليها نفس المكان هنا كده، تمام؟ عشان ما يحصلش دروب مره واحده، لان احيانا بتبقى الجزيره زي ما انت شايف ماشيه هنا كده، ومره واحده تبقى زي هنا. طبعا المنطقه دي 3 متر في 1 سم ونص، تدي لك كام؟
4 سم ونص هيجوا معاك دروب هنا كده 4 أربعة. سم ونص بره. ما هي الطرق دي اللي بتقابلنا على طول بتكون معانا في طرق اه وسط البلد فهي واللي شغالين الجزيره فيها على المنطقه طول دي، يعني. اه جزيره المنطقه دي احنا بنكمل زي ما احنا كده على 3 متر ماشي على عرض الثابت، والمنطقه دي بناخدها زي ما بنسميها كده الريجيون اللي هي دي الحاره بناخدها عكسيه، حاره بأسامي يعني. عكسيه، حاره عكسيه تروح الناحيه التانيه هنا كده. ماشي، شكرا يا باشمهندس. احنا العافيه، هضطر ان شاء الله على الزبده بتاع الباشمهندس محمد، ان شاء هتلاقي عند الله محمد ان شاء الله، هتلاقي عند محمد باذن الله. ان شاء الله. الله يعينك. تسلم باش، تسلم. جزاكم الله خير يا باشمهندس هشام. تسلم، يلا يبارك لك عمر. كان في سؤال من مهندس حيام ايوه على الشات، لو عندنا منطقة ربط بين الكالفرت والقناة بيتعمل لها سب اسمبلي. كالفرت وقناة، ده في الشبكات ولا هنا؟ مش عارف هو هي بص كان هي السؤال اصل هي كده بص طبعا. مناطق الربط، المشكله في حاله لو عندنا احنا قطاعين مختلفين في القطاعات دي، لان هي الكالفرت والقناه ممكن يتعمل لها حاجه اسمبلي، بس هي الفكره ان السب اسمبلي هي كاتبة الشبكات، شبكات. اه شبكه، والله هو الشبكات احاول اشوف، بس هو غالبا ما فيش، لان الشبكات بتبقى ملتزمه الى حد ما بالكتالوج اللي موجود في البرنامج او الكتالوج اللي بتستدعيه من بره، كتالوج القطع نفسها سواء قناه او كالفرت او ما الى ذلك. الربط ما بينهم ده بيحتاج حاجات سبيشال بالسب اسمبلي كومبوزر، ما بيحتاجش، ما بيتعملش بالعادي، بيتعمل بالسب اسمبلي كومبوزر، ولكن ممكن نبحث عنها قبل ما نخش في الشبكات، لان هي الفكره ان الكالفرت بتبقى حاجه مفتوحه، سوري مقفوله، والقناه بتبقى حاجه مفتوحه على ما اعتقد يعني. فعشان الربط ما بينهم هما الاثنين ممكن بنعمل حاجات بس بدائيه، ان انت بتعملي شويه، بتعملي واحد، بتعملي سوري اسمبلي عباره عن مجموعه لينكات، تمام كده، اللينكات العاديه اللي هو اللينك اوفست اند سلوب، على سبيل المثال بتعملي مثلا قطاع زي اسمبلي زي كده مثلا 10، اوكي تمام، تبتدي اللي هي الجينيريك لينكس دي بتعمل العجب يعني، بتعمل حاجات كتيره قوي. فساعتها انت بتبتدي بقطاع، القطاع مثلا اللي هو هيبقى مفتوح على سبيل المثال هيبقى عامل مثلا كده ماشي، هيبقى مثلا فرضا يعني بجيب بشكل مثالي يعني كده اللي هو عامل ايه، عامل كده حلو، دي هتبقى شكل اللينكات بتاعتك تمام. وفي نفس الوقت العرض اللي هنا هتقدري تغيريه، اللي هو الاوفست ويدز اند سلوب تقدري تغيريه بناء على تارجت اللي هو الخط اللي هنا، هتوصلي بقى الخط ده عباره عن بادئ من الكالفرت بتاعتك اللي هي الشكل ده لحد البوكس بتاعك اللي هو مثلا هيقابل هنا، المفروض نقطه البوتوم دي هتوصلي على البلان نفسه 3 دي بولي لاين او فيتشر لاين ما بين النقطه دي وما بين النقطه ايه؟ النقطه المتماثله هنا، ونفس الشيء ما بين النقطه دي والنقطه المتماثله، يبقى انت عندك 4 فيتشر لاين بالمناسيب بتاعتهم زي كده تمام؟ والشكل ده هتديله تارجت توسيع وتارجت منسوب اللي هو اللينك ده، هتعمل 4 لينكات، اللينك الاول، اللينك الثاني، الثالث، الرابع، واللينك ده يبص على الخط ده، واللينك ده اللي فوق يبص على الخط ده، هيتحول الشكل من هنا بحيث يوصل يبقى شكل عامل حرف يو بالشكل ده كده، اللي هو لو عملنا ويدز 0.01 اللي هو الشكل ده، يبقى هو هيبتدي معاكي بالشكل ده تمام، ولكن مع اللينكات الاربعه اللي احنا عاملينهم له دول اللي هو المفروض سوري على الاتجاه الطولي اللي هم عباره عن فيتشر لاينز، هيقابلهم هيبقوا في الاخر خالص اللينك بتاعك هيبقى شكله عامل كده عند الكالفرت نفسها. نحاول نعمل حاجه شبهها يعني، نحاول، هي بتيجي كلها باللينكات، مش هتحتاج تقريبا سب اسمبلي كومبوزر، ولكن المشكله هنا مش هيبقى عندك سمك، او ممكن على فكره تعملها بشكل حارات الوينج وول، بس هو الوينج وول، في وينج وول اوريدي في الشبكات، في وينج وول في الشبكات ده انا اعرفه، اللي هي الوينج وول في الشبكات، والله مش عارف هتبقى في وينج وول ولا في الشبكات، بس هو في فاكر في الشبكات في تقريبا وينج وول، هشوف لك برضه في الشبكات ارجع لك لان بقى لي فتره ما اشتغلتش عليها صراحه، ولكن مبدئيا لو هي حاجه شبه كده بسيطه ممكن تتعمل 4 لينكات، وكل لينك طبعا الاربع خطوط الصفر دول هيبقوا عباره عن 3 دي بولي لاين او فيتشر لاين موجودين على الرسم، وساعتها تقولي الخط الاول ده يعني هم هنا كده عند 4، تقولي له الخط ده يبص على عرض ومنسوب على الخط ده،
واللينك ده هيبص على الخط ده، واللينك ده هيبص على الخط ده، في الاخر خالص هتلاقي ان القطاع كان بادئ معاكي بالشكل ده وينتهي معاكي بالشكل اللي لونه احمر ده بالظبط كده، هيبقى ملاصق طبعا تماما لمين؟ للشبكه بتاعتك. نحاول نشوف كده، احاول اعمل لك مثال بسيط المره الجايه سريعا كده، يبقى عندنا قطاعين ونشوف هيوصل من هنا لهنا ازاي. في حد تاني معانا؟ في هنا سؤال، من فضلك لينك نسخة الاشتو. الاشتو نفسه موجود في كل حتة، هرفع لكم حاطط اللينك ليه، حاضر هنا هو لينك اي اشتو يشتغل معاك مفيش مشكلة. بالعفو مهندس زي العفو ده، يعني لو في حاجة في البرنامج هحاول اجيبها، لو مفيش نقدر نعمل باللينكات كده مفيش مشكلة، وان شاء الله تشتغل معانا. لينك الاشتو انا برفع لكم حاضر نسخة اشتو، في كذا نسخة هرفع لكم كل النسخ اللي عندي مفيش مشكلة. حد تاني قبل ما نقفل يا ولاد؟ ربنا يجازيك على خير والله. لمونة على دو على تري، خلاص قفلت. طيب الله يحفظك يا باشمهندس، ربنا يحفظك، نلقاك على خير ان شاء الله الاربعاء القادم باذن الله. باذن الله تعالى ان شاء الله. ماشي، جزاكم الله خيرا. العفو العفو، برعاية الله. ماشي، السلام عليكم. وعليكم.